صباح الخير وحياكم الله معنا في برنامج 18. تحية لكل المنضمين لمتابعتنا على شاشة التلفزيون الراي. خلال ليالي الخميس والجمعة نلتقي معكم للحديث عن الرياضة الكويتية تحديدا وعن منافسات الدوري والمسابقات المحلية المتعلقة في كرة القدم. بداية أرحب بمحلل برنامج 18 عايد الرضان. صباح الخير. صباح النور وصباح الأنوار على المشاهدين، وإن شاء الله يستمتعون بحلقة دوبري طيبة، ونصب على أخواننا الحضور. حلقة دوبري ولا مو دوبري؟ موز دوبري. موز دوبري وعنوانها بالفيلد مارشال عبد الله اللي هو مستشارها العميد يفرض هيبته من جديد. والتفاصيل صدق انت، انا خاف ياخذونك اعاره جريده على المانشيتات. انا ازودهم ساعات. عساك عساك على القوه. ايضا نرحب بمحلل برنامج 18 كابتن علي العليوه. صباح الخير. صباح النور ابو يوسف، احييك وحيي الكباتن الكبار يونا. الله يحفظك. ايضا نرحب بضيفنا الليله الصحفي الرياضي محمد صالح. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا، ارحب فيك وارحب بالحضور والساده المشاهدين. حياك الله. ايضا نرحب بضيفنا الليله القدساوي السابق لاعب نادي القادسيه بدر جمع الربيعه. صباح الخير. صباح النور، وانا سعيد جدا الصراحه اني موجود بقناه الراي، هذه اول مره لي يعني. واتمنى اضيف شويه على اللي يضيفونه الشباب يعني الكم الكبير يعني. ان شاء الله تضيف وايد ان شاء الله. ابرك الساعات. وصل الكويت جلاد الحراس وبيلي الصحراء وأسطورة المملكة العربية السعودية والخليج في كرة القدم. كاميرا 18 كانت في استقباله، فلنتابع. السبب الرئيسي لزيارتي للكويت في بعض في شركة حنقعد معها احنا تبع شركة قممي، فنبغى نشوفها ونجتمع معها. الدوري السعودي السنة هذه مختلف لأنه الجميع مستعد استعداد طيب. لو تلاحظ مثلا ما بين الأول والرابع نقاط معينة، أربع نقاط أو خمس نقاط، وتعرف الخمس نقاط في بداية موسم مهم شيء. فأتوقع فيه يمكن اللي بياخذ المركز الأول حيتعب. نادي النصر بدأ بداية طيبة، بعدين نزل الأداء، والآن في آخر مباراتين خصوصا في الدوري مع الوحدة ومع الأهلي فريق كان مختلف تماما، لا من ناحية الروح أو من ناحية الأداء. والمباراتين هذه هي اللي رجعت النصر في بوابة المنافسة. فهد الأنصاري قبل ما يكون لاعب أخلاقه عالية، مؤدب لدرجة كبيرة. أنا شفته في دورة تبوك، من ناحية فنية شفته في مباراته مع الاتحاد، بالعكس لاعب منضبط، لاعب لياقته عالية داخل الملعب، بيقطع كرات بدون ما يتعمد أنه يعمل الخشونة أو مصادمات مع أحد. أيضا لاعب يتابع الهجمة، في عندك لاعبين المراكز الخلفية تحصلهم دائما يتواجدوا في الناحية، فهو لا هو يساعد أيضا للناحية الهجومية. لاعب أنا أتصور مكسب للاتحاد. تقول كأس الخليج كويس، أوتوماتيك الكويت يعني متوازي معاها، فما أدري أنا إيش اللي حاصل، لكن لابد أن الأمور هذه تتغير، لأنه أي بطولة مش بطولة الخليج الحقيقة، أي بطولة خليجية أو آسيوية أو عربية لابد أنه يكون متواجد المنتخب الكويت. الكويت كان اسمه مرتبط من زمان في الرياضة عندنا، سواء على المستوى الخليجي أو على المستوى الآسيوي أو حتى على مستوى دخل كأس العالم، نهاية كأس العالم. فإن شاء الله الأمور هذه تنحل وترجع الرياضة الكويتية ثاني مرة للمشاركة. ان شاء
نتائج الجولة الخامسة اليوم، الكويت يهزم الساحل برباعية نظيفة تألق فيها عبد الهادي خميس. نتابع الميني ماتش ونرجع للحديث مع الضيوف الموجودين. والكرة الثابتة الخطرة لنادي الكويت، حسين حاكم بالحائط البشري، والله أول الأهداف لجمعة سعيد. إذن يسجل جمعة سعيد أول أهداف هذه المباراة. جمعة سعيد الكرة تسقط أمامه، ينهيها بطريقة رائعة تماما، هدف أول في هذه المباراة لنادي الكويت. زين العابدين يشيلها، ترجع لي أحمد ارحمه بطريقة خاطئة تماما، في خطورة كبيرة ما ترجعها بهذه الطريقة. طلال جازع وجول، الله على النهاية الجميلة. الكرة ما فيها تسلل، ليش؟ راجعة من الفريق المنافس. أحمد ارحمه بخطأ كبير جدا، ما ترجع الكرة في قلب الدفاع، تشيلها بالأوت بهذه الطريقة. هجومية ودفاعية مع الفريق. عبد الهادي خميس يتقدم، يسدد، وهدف، جول، جول لعبد الهادي خميس. ينجح بعد نزوله حارس المرمى فهد وليد في اول اختبار له هدف في مرمى، ما تقدر تلومه، التسديده قويه والكره متجهه الى الزاويه، تلوم الدفاع في كيفيه ترك الفرصه للمهاجم في التقدم والتسديد. وعند الثقه وعند الايجابيه عبد الهادي خميس، ويسجل هدف ثالث اماميه من فهد عواض. يا سلام طلال جازع، الله 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 يا طلال جازع، والانهاء من عبد الهادي خميس، ولكن طلال جازع فعل كل شيء في هذا الهدف، وعبد الهادي خميس يسجل هدفه الشخصي الثاني في هذه المباراة. رباعية للكويت يعني أقدام، ومن سجل جمعة سعيد وطلال المطيري وعبد الهادي خميس هدفين. فوز العميد بروضان بهذه النتيجة الكبيرة اليوم، يعني فوز مطمن، 4 أهداف مقابل لا شيء، والكل كان يتكلم عن يعني عدم تقديم مستوى قبل نادي الكويت. لا، اليوم المستوى تحسن نوعا ما، والنتيجة مرضية، وأنا أشوف أن هذه بركات المستشار محمد عبد الله. صراحة تعامل مع فريقه بكل عقلانية وبالأسلوب السهل الممتنع، ولا تعقيدات ولا شيء، بدأ بتشكيلة مثالية صراحة، رغم الغيابات عند شريدة والرحيلي وفادي العنزي كانوا غايبين. تشكيلة متوازنة، 4-4-1-1، وسيطر على المباراة صراحة، والفريق اللي قدامه كان متكتل صراحة. نادي الساحل اليوم متكتلين، لاعبين دفاع يعني بصورة غير طبيعية، طبعا حاول يخلقون مساحات ما قدروا. بدايه الشوط الثاني هني اللي انا بشيد بالمستشار محمد عبد الله صراحه، اخرج خالد عجب وزج باللاعب هادي اللي اول مباراه يلعبها من بدايه الموسم، يعني كان غايب فتره، ولعب بالاسلوب اللي الضغط بالثلث الهجومي، اللي هو الهجوم يضغطون على مدافعين الساحل، وفعلا تحصلوا من كذا خطا وسجل 3 أهداف واطمأنوا للنتيجة. وأنا يحسب لأن صراحة محمد المستشار محمد عبد الله أعاد الثقة بلاعبين العميد عقب مرحلة مارين، عقب يعني مع مارين استلموا الفريق تقريبا مدراء فنيين بانيد وبوزيدار ومحمد إبراهيم. هذه هي المرحلة، هذه لاعبين الكويت أنا اللي شوفهم فقدوا الثقة بالإمكانيات الهائلة اللي عندهم، يعني فريق كان متوهج وكان مسيطر وكان يأخذ البطولات إلى أن وصل إلى يعني الأداء إلى يعني أسوأ مستوياتهم. فيحسب محمد المستشار محمد عبد الله أن أعاد الثقة فيه
امكانياتهم الهائلة اللي اكتسبوها من خلال الكل يتكلم عن نادي الكويت بعد ما تم يعني إقالة بانيد عن تعيين مدرب، والكابتن محمد عبد الله هو من يقود الفريق فنيا. انت برايك هل يحتاج الكويت الى التعاقد مع مدرب جديد طالما محمد عبد الله قاعد يؤدي المهمه على اكمل وجه؟ والله ابو يوسف شوف، انك تتعاقد مع مدرب جديد من عدمه ما راح يفهم هذا الشيء الا الجهاز الاداري لنادي الكويت، لان هم اللي راح يعرفون هل اللاعبين محتاجين فعلا ان مدرب. تقييمك انت كاعلامي يعني شو تشوف؟ تقييمي هو الكويت العقل. الكل كان يتكلم عن تعيين مدرب، عادل عقله معانا يسولف لنا للحين وفي عدد من الخيارات امامنا وللحين ما اخترنا و انت تكلم شويه في بصراحه اكبر يعني. تمام، المدرب اللي تحتاجه مو هو المدرب اللي ممكن يكون يغير لك شكل الفريق كامل. نادي الكويت قادر يفوز على اي فريق اقل منه في المستوى، يعني ممكن يعاني في 3-4 مباريات بالكثير بالدوري فقط لا غير، يعني مع القادسيه مع العربي مع السالميه نوعا ما، او في مباريات النهائيات وقبل النهائي، بس هذه المباريات اللي ممكن انت تحتاج فيها تكتيك معين. اما في باقي المباريات نادي الكويت عنده عناصر تفوق على الجميع، يعني لما نتكلم عن الهجوم على سبيل المثال عنده فراس الخطيب وعنده جمعة سعيد وعنده خالد عجب وعنده علي الكندري وعنده عبد الهادي خميس، فما هو ناقص الاطراف الى ما لا نهايه. عبد الله بريشي فهد العنزي طلال جازع وغيرهم والحربي وياهم، بس المدرب هو امام تشكيله من 11 لاعب يختار من الخيارات الموجوده، صدقني فهو مرتاح ترى حتى بالاختيارات. كل مدرب راح يدرب نادي الكويت مرتاح، كل واحد راح يدرب نادي الكويت مرتاح، وبعدين لاعبينهم فارضين نفسهم في مراكزهم، كل واحد فارض نفسه في مراكزه اذا ما كان يلعب مركزين افتراضي. على سبيل المثال فهد الهاجري تبي تلعب قلب دفاع يلعب، تلعب باك يمين يلعب، ومبدع بالمركزين حتى يعني فهد العنزي تبي تلعب يمين تبي تلعب يسار ومبدع بالمركزين. فلذلك المدرب الجهاز الاداري هل يعتقد ان هذا المدرب قادر انه يتخطى هذه المباريات القليله اللي يحتاجها نادي الكويت في الموسم كله؟ هل يقدر يتخطاها؟ اذا محمد عبد الله يقدر يتخطاها فما له حاجه اي مدرب اخر صراحه. شكرا. كابتن بدر، بنفس الجزئيه تتفق مع اللي تفضل فيه اخونا محمد الصالح بان الموضوع عند الجهاز الاداري في الاختيار اختيار المدرب؟ يعني انت تبي يعني من يملك السلطه بالنادي دائما ومع اعضاء مجلس الاداره، بالنهايه هو من يملك السلطه ويتخذ القرار سواء اقاله ولا عقد يعني جديد حق اي مدرب. انا اعتقد برايي ان كابتن محمد عبد الله العام حقق وياهم كاس الامير ومسك في اوضاع وفي اوقات صعبه تحمل فيها المسؤوليه وقدم. ترى انا اعتقد بان محمد عبد الله يمكن 70 الى اكثر من 70% من المباريات اللي هو يضطر انه يمسك فيها نادي الكويت كان يحقق فيها نتائج ايجابيه. فانا اعتقد انه يعني وصلنا الى مرحله انه يستحق الثقه، يعني يستحق الثقه. يعني انا ما اعتقد في مدرب جديد يقدر يؤدي اكثر او يعرف اكثر من كابتن محمد عبد الله. اشوفك بالبريك تسولف عن جمعه سعيد، يقول اخيرا سجل. جمعه لاعب مهاري يصنع فرص، يعني من كان بالسالميه كان يعاني، السالميه يعاني جدا السالميه كان من وجود جمعه سعيد وتضيع الفرص. حمد العنزي العام لو تشوف انت معدل التسجيل راح يكون حق حمد. جمعه سعيد هو المهاجم الصريح ما سجل، وانا اعتقد هذه من اهم الاسباب اللي تنازل او سمح الانتقال لنادي السالميه. نعم كابتن علي، اليوم نادي الكويت بعودة عبد الهادي خميس يسجل هدفين في أول ظهور لهذا الموسم مع الفريق، هل نادي الكويت كان محتاج للتعاقد مع مهاجمين مثل فراس وجمعة في ظل وجود اللاعبين اللي عنده؟ للأمانة أبو يوسف لما نتكلم عن بحاجة محترف أو لا يقيمها الجهاز الفني، لأن أنت تتكلم حتى اللاعبين اللي موجودين الكويتين نوعا ما يعانون من مشاكل استمرارية. يعني احنا لما نتكلم عن هادي خميس لاعب يمتلك امكانيات نوعا ما هي الافضل على مستوى المهاجمين اللي موجودين بالكويت، لكن فاقد الاستمرارية. التعاقد مع محترفين انا كان وجهة نظري نادي الكويت لما يدش السوق او نادي القادسية دائما يطالعون بعض كابتن. بالنسبة لهم اللي بيفرق بحسم الدوري استمرارية مهاجمينهم، انت اذا بتنهي الموسم حاط كابتن نادي القادسية السنة ما شاف احد مو محسوب بغض يعني وين لا محترف جايبين له سبونسر وبلاعبين المحليين. نادي الكويت ما راح يبني شغله ويدش السوق على والله ظروف القادسيه السيئه، هو بيبني على الوضع الطبيعي ان القادسيه المنافس المباشر لك، فانت بحاجه مهاجمين يعطونك الاستمراريه على الاقل 75% من الموسم. فانا مع التعاقد مع محترفين، لكن بنفس الوقت انا نوعا ما اشوف هادي خميس إذا خذ الفرصة وإذا كان مستمر هالموسم ممكن يكون الأميز فيه. يعني من يطيح من التشكيلة هادي؟ جمعة؟
مو معقول انت جمعه وفراسهم اللي راح يطيحون راح تبدي بالاثنين هذيله، معناته هني في خلل بالاختيار. لكن بنفس الوقت انا اقول لك هادي زين فينا مو محكور او مغيد انه هو يلعب على لاعب، انت ممكن تشتغل فيه على اطراف الملعب، بالنهايه ترجع حق المدرب والاسلوب اللي يبدش فيه المباراه. نعم طيب انت كلام تفضل. بس بضيف على شغله ان الكابتن محمد ابراهيم محمد عبد الله صراحه وهي عنده امنيه، هو حقق جميع الكؤوس مع نادي الكويت، ما حقق الدوري، ما حقق الدوري، فهذه فرصته. وانا اتوقع ان يعني مجلس الاداره ان مثل المكافاه ان فعلا يعني ممكن الكويت ياخذ يحصل على بطوله الدوري بوجود الكابتن محمد عبد الله تو لا البوله اي ادري اي تونا الجوله الخامسه يا ما قلنا يلا لا اوكي صدقني الكويت مو ناقصهم شيء، يبي لهم مدرب يعرف يتعامل مع مجلس الاداره. برايك محمد عبد الله هو انا 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 افضل انه يستمر، وخاصه بوجود التونسي هذا مال اللياقه البدنيه اللي جابوه خليل صراحه يعني الكل يشيد فيه وحسوا انه فعلا معدل اللياقه ارتفع عندهم وخير من يسند ل ابو رمضان. صعب بهالوقت من الموسم مدرب يبي يعرف خصائص اللاعبين يرد يبني الفريق من يد جديد. كابتن محمد عبد الله موجود يعني احنا ما نتكلم عن هالموسم، كابتن محمد عبد الله موجود ترى الفتره اللي طافت حتى لما ما كان ماسك الفريق يعني اليوم فعارف اللاعبين. المباراتين اللي طافوا يعني فوزه على خيطان والفوزه اليوم الكابتن محمد عبد الله ما اكتشف الذره، تعامل في كل واقعيه مع لاعبينه وعارف امكانياتهم وخصائصهم وفعلا نجح. واتوقع ان الكويت عند المزيد يعني يعني اليوم هذا النتيجه مو طموح نادي الكويت يعني مستوى ليه ما الحين ما وصل. كابتن علي انت تميل الى نفس الراي باستمرار المدرب محمد عبد الله مع الفريق؟ انا مع استمرار كابتن محمد. انا يوسف عندي نقطه الحين من راي الكباتن الفني وحتى احنا كلنا قاعد نشوف نقول اي مدرب راح يمكن ما في وقت صح انه يفرض فلسفته يعرف اللاعبين وخصائصهم وغيرها من هالكلام. طيب الفترة اللي راحت هذه كلها مع بانيد الصيف وبداية الدوري اللهم المعسكر الأخير هذا اللي طلعوه بس بدون بانيد اللي هو مدرب. طيب اللي اختار بانيد وضيع هذه الفترة كلها علشان الفريق يتوالم ويتوازن ويرتفع مستواه ويكون في مدرب حط فلسفته لقيادة الفريق للدوري، من يتحملها؟ مجلس إدارة. يفترض اللي اختار بانيد أكيد مجلس إدارة. فنادي الكويت مو اليوم مو أمس كذا مرة أقال مدرب، فيفترض أن يحسنون الاختيار في هذا الأمر، لأن الحين شوفوا الفترة اللي راحت كذا نادي داخل الكويت مفروض أندية الكويت كلها تتعلم من هذا الأمر أن أنا مستحيل يضيع علي هذه الفترة الطويلة من الإعداد الكامل ومن التناسق بين المدرب واللاعبين بسبب والله أهواء ولا بسبب والله لعبتين ما قدم ولا بسبب يمكن شلت بانيد حاليا بينت فعلا انها صحيحه، لان شوف عقب ما شالوا مباراه خيطان فازوا 1-0 لكن اللي شاف المباراه كانت مفروض تنتهي بنتيجه كبيره يعني، لكن ثلاث كور بالعوضه وغيرها فرص كثيره. ابو جاسم معيار الاختيار مدرب، معيار الاختيار انت لما نتكلم عن مدربين ترى اغلب اللي قاعد يدرب الانديه على السي في، وانا بالنسبه لي هذا شيء سطحي. السي في ممكن تحقق او السي في الكبير اللي حققه اي مدرب انت جبته مع بيئه وادوات كانت تخدمه خصوصا تخدم فكره. انت اليوم انا بالنسبه لي في ادارات عايزان ان لما تي تبحث عن مدرب تشوف له 4 أو 5 لعبات عشان تحدد هل المدرب يناسب المجموعه اللي عندي، فهو لازم تقييم كامل، تقييم حق اللاعبين اللي موجودين، تقييم حق فكر المدرب، بعدين انت تبحث عن المناسب. هي القضيه مو قضيه الافضل بالسي في، قضيه الانسب. زين نتكلم على الاختيار بشكل كامل بالنهايه. زين كابتن علي على اي اساس انت قيمت يعني بقاء المدرب مع الفريق؟ كابتن محمد عبد الله اي قلت لك بسبب الظروف الصعبه اللي انت لما تبي تجيب مدرب عشان يرد يقيم لك وضع الفريق ويرد يبدي وياهم من الصفر. الافضل وجود المدرب اللي عارف المجموعه وماشي المجموعه وفي قبول المجموعه. والامر الثاني اداره نادي الكويت ما تعاقدت مع يعني هذا واضح ما تعاقدت مع بانيد الا انه هو سبق وان كانت له تجربه مع الفريق قبل كم سنه في 2009 في 2008 او 2009 2009 فبالتالي هم ما اتجهت الى مدرب غريب، ما هو غريب عن الدوري السنين بيوسف السنين ومجموعه اللاعبين اللي موجودين بيوسف. بس يعني احنا الحين ظاهره تبديل المدربين عادة تكون بالثلث الأخير بالموسم عادة يعني بعد المنافسة بعدين يحوشهم دروب والفريق ليش الدروب ويدورون والضغط الجمهور أنت تسكت يعني من ناحية جماهيرية أنك تسحب هالضغط هذا عن طريق إقالة مدرب، هذا اللي تعودنا عليه. لكن بهالسنة إقالة مدربين اثنين من أندية كبار في بداية أول ثلاث أربع مباريات الموسم هذا هو اعتراف صريح
بخطا مجلس الاداره مو بتقصير. احنا عندنا في الجوله الخامسه عندنا ثلاث مدربين والتهوى. هذا اعتراف صريح بخلل في الاداره. هذا الاعتراف مو بسوء المدرب، اعتراف بسوء اختيار مجلس الاداره ومن اختار داخل مجلس الاداره. لان انا استغرب حتى الانديه احنا ما ندري منو اللي قاعد يتخذ القرار. ليش ما تقولوا منو يتخذ القرار عشان الجمهور والاعلام يتناقش معاه او صح. حتى يوجه له التهمه. نادي الكويت وقع ويا المدرب، نادي القادسيه وقع المدرب، منو في جهاز مدير لجنه مثلا مدير كره، منو اللي اخذ القرار؟ ما حد يدري. بس ممكن عشان هذا يعني عندك بالنادي العربي واضح الامر، ما كل ما يعرف مدير الكره بصلاحيات المجلس الاداري. لا لا، بالنادي العربي مثلا اللي اختار فوزي ابراهيم سامي الحشاش بصلاحيات من المجلس الاداري. اي طبعا بالنهايه قرار اقالتهم. هذا كلامك صحيح، لكن مو بكل الانديه يعني. النادي العربي واضح في هذا الامر اللي اختار المدرب بيسوي الصح انه ما استبرع على الخطا خلاص. بس يا جماعه في شغله الحين عالجه في البدايه ولا تروح على نفترض كابتن محمد عبد الله يخسر مباراه يتعادل المباراه اللي وراها، ممكن في ناس طالب بالاقاله. هني ما راح يطالبون، وانت تحديدا يمكن انتم في ناس منكم تقول هني ما راح يطالبون بالاقاله، المفروض يطيلونه يطالبون باستقطاب مدرب. يعني هو محمد عبد الله لحد الان ما هو رسمي، وهذا ابو يوسف مو منطق. انت تقول اذا بيخسر لعبه لعبتين بنطالب بغالته، اللي بي بعده انا اجزم لك انه ما راح ينهي الموسم بدون خساره، راح يخسر وهم بترد الطالب. فهي العمليه مو، انت ما يصير تقيم عمل المدرب على النتائج بالشورت تيرم. انت ايش مشكلتنا ابو يوسف الاكبر لما نقعد مع المدربين ما في مسطره قياس احطها مع المدرب. أنا بمنك واحد اثنين ثلاثة، ممكن إذا أنت وصلت بجزء من الموسم تشوف المدرب حسابياً ما يقدر يحقق لك أهدافك، هني تصير غالتك مبررة. إحنا نجيب المدرب الوقت اللي نشوف النتائج صارت مو زينة، يا ما نتحمل المسؤولية ونحمل المسؤولية بغالة، أو نرفع كرت والله إحنا قاعدين نعد فريق. أنت كنت مع قرار إقالة بانيد؟ أنا؟ هي. لا لا، أنا مو مع إقالة أي مدرب أنت اتفقت وياه على هدف. أنت جبت بانيد كم كان، شنو عقده كان؟ ما ندري هنا العقود شنو، ما نعرف شنو اهداف الفريق. ابو يوسف ما يصير، مو هي غير معلنه يعني غالبا. واذا كانت اغاله بانيد، انت اذا بوجهه نظرك انها صحيحه معناتها في خطا بالاختيار. فبالحاله منو اللي تحاسب؟ هل المدرب؟ هذا اللي انا قاعد اقول. ولا تحاسب اللي تحاسب؟ بس بالنهايه الفريق يدفع الثمن. يعني اليوم انت مع اقاله كابتن فوزي؟ لا. من النادي العربي؟ لا. لا لا، زين. وفي ظل الانتقاد اللي قاعد تنتقد في الجهاز الفني في المباريات السابقة، لما انتقد مباراة عندي قناعة ان في كل مباراة فيها اخطاء انت ممكن تنتقدها، ما يصير تسكت لانه والله المدرب يحتاج وقت تنتقد. لكن اللي غالة مو معقولة يعني. انت بيوسف تصاعد الرتم، الفريق ممكن يبدي مو زين، ممكن يتحسن. اذا انت عندك القدرة مجلس الادارة، وبعدين بيوسف خناطك اياها من الاخر، انا بالنسبة لي اللي صار ما صارت اغالة، صار استسلام. الجهاز الفني استغال، مو إغالة. إذا أقال الكابتن سامي حسب ما تابعت كابتن سامي هو أقال الجهاز الفني بعد ما قدم استقالته، هو أقال. لتفاصيل مالية أنا ما بيدش فيها، لكن الإغالة لما تتم صار بالإجماع بين الكابتن سامي والكابتن فوزي إن إحنا لازم نمشي، وهذا بالنسبة لي استسلام. أنا ما راح أروح أدافع عن أحد استسلم عن مهمته. لا، هو غالبا أنت لما تدري إن في إقالة جايتك فاحتراما سير ردة الفعل اللي أنا قدم استقالتي. أنا تدخل على العربي، مدرب العربي ها؟ أو شيء النادي كيان نادي العربي لما دش ودخل فوزي الكابتن فوزي إبراهيم ما نقص من قدر العربي شيء، بس برضه بس باستقالته احترم نفسه كابتن فوزي إبراهيم برضه. لأن الأوضاع اللي في النادي العربي يعني أوضاع كارثية. ما كنت عارف الأوضاع هذه يا أبو رضان. أبو رضان أنت لما تيجي تستلم مهمة نادي العربي مع احترامي حق أغلب الأندية اللي موجودة، المشاكل بنادي العربي منقسمة حق فريقين بشكل مو طبيعي. اي احد يقبل انه يمسك مهمه نادي العربي لازم يتحمل هالمسؤوليه. الاستسلام عندي مو مبرر. بدافع ان 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 سامي الحشاش المدير الكره مالك لوه، بس محمد صالح هو صحفي متخصص في الشان العرباوي ويهمه الشان العرباوي. رايك في هذا الموضوع، هل كابتن فوزي محق بقرار الاستقاله؟ هل يستحق الاقاله في مثل هذا الوقت؟ طبعا نعم. طبعا شنو؟ طبعا نعم. نعم شنو؟ نعم يجب ان يستقيل او يجب ان يرحل. انا حتى قلتها هني يرحل، يعني هذا مو مالت رياضه. يستقيل يرحل عن الفريق. قلت يستقيل او يرحل، يعني يستقيل ما نبي نقول الضغط اللي هو خلاه يستقيل، يرحل هو بقرار نفسه، يعني هو اللي يستقيل ويمشي. انا ما ليس طعنا في الكابتن فوزي، لكن واضح جدا من المعسكر من بدايه الموسم انه ما في شيء قاعد يضيفه. وانا قلت هالكلام هني وارد اقوله مره ثانيه، لا لاعب تطور مستواه من خلال المعسكر
ولا الفريق اللي عندنا شكله من خلال اللعب. وهذا هو النادي العربي. النادي العربي حالة خاصة طبعا، لأن الكل عارف أن النادي العربي يجب أن يتطور مستواه ويصل لمرحلة المنافسة المباشرة على الدوري. ما أقول لك يفوز بالدوري لازم، بس بجاسم لكن إذا نافس بشكل مباشر. النقطة بجاسم، أنت على هذا كلامك، هذا من وجهة نظرك وأنا يمكن أتفق وياك بنسبة كبيرة، لكن لما يجي المدرب من وجهة نظر المدرب ويقدم استغالته، معناتها شنو؟ اعتراف بعدم تطور الفريق طبعًا. اعتراف بعدم تحمل المسؤولية، اعتراف طبعًا. بعدم القدرة على التعامل مع الضغط اللي بنادي العربي. السبب أي أحد يقبل المهمة، أي أحد يقبل المهمة أن يمسك نادي العربي، أنا بوجهة نظري لازم يكون عارف الوضع اللي بنادي العربي. ترى هذا المعلن إنه قدم استغالته، لكن شنو صار داخل الغرف المغلقة؟ لا شوف، أنا خلنا أقول لكم شيء بتكون قريب من نادي العربي. أنا داخل الغرف المغلقة عضو جمعية على الإعلان إنه قدم استغالته، لكن هو ممكن عضو جمعية يعني. نعم بتصوت حق منه؟ لا اصلح صوت، اذا صوت واحد الاصلح هذا لا لا اصلح من وجهه نظري، لان يختلف عن وجهه نظرك، يختلف عن وجهه نظر كل واحد قاعد يعني، بعدين تفرق اذا صوت واحد ولا قائمه يعني. الحين بغض النظر، انا اتكلم عن النادي العربي خصوصا، منو ما يدري بمشاكل النادي العربي؟ بالضبط. منو ما يدري بالفرق المتقسمه داخل مجلس الاداره؟ بالضبط. منو ما يدري ان نتائج الانتخابات اصلا نجاح ثلاث قوائم؟ ثلاث قوائم بمعنى ثلاث قوائم، قائمتين اندمجوا مع بعض فازوا بسبع كراسي، قائمه اربع كراسي. منو ما يدري بهذا كله؟ منو ما يدري كله بالصراع اللي حصل في الموسم الماضي واللي قبله والحين بهذا الموسم، الانقسام المباشر بين الطرفين، جمال كاظمي وعبد العزيز عاشور، منو ما يدري بهذا الشيء؟ فكل من واساسا لو كانت كل الاطراف ها سمن على عسل وما في مشكله، انت ماسك النادي العربي، ألف شخص يطمح طموح انه يكون في هذا المنصب او في هذا المكان، فلازم يحاربك. اذا بتمسك النادي العربي وتعتقد انه ما في عقبات راح تحوشك، فالعفو قاعد ببيتكم من الحين. اي شخص كان، سواء القادم حاليا ولا القادم الموسم الجاي ولا اللي راحوا، اذا كنت معتقد ان في ناس راح تحاربك، يعني انت داش النادي العربي والله ما في ناس راح تحاربك ولا في ناس راح تحط لك عقبات ولا راح تحوشك اي مشاكل، فلو سمحت لا اقعد ببيتكم من الحين، لان المشاكل ممكن تحوشك حتى من برا النادي العربي. عفوا، في انديه منافسه، في اتحادات، في غيره في غيره في غيره، كلنا عارفين الاجواء الرياضيه داخل الكويت. تمام. اي محمد، انا راح ارجع مره ثانيه، لان راح نتطرق الى هذا الموضوع، وعندنا يعني ماده وتقرير راح نتكلم عن هذا الموضوع مره ثانيه، بس ما بيطلع من الجوله. اعطيتكم شويه يعني مساحة في النقاش، في مساحه عشان ما يقول انت ما تعطينا لا رمضان. اليوم اتكلم عن نادي الساحل تحديدا. اي نعم. اليوم موني بخساره، رايك في ما قدمه نادي الساحل حتى الجوله الخامسه وهو الان في سادس جدول؟ اليوم انصدمت من مستوى نادي الساحل. يعني فريق بسبع نقاط وفايز على السالمية، والثاني يعتبره مع نادي الكويت وكاظمة وبعد القادسية بالترتيب 10-7. اليوم يعني تخيل الشوط الأول هجمة واحدة من خطأ من مدافعي نادي الكويت ومصعب، ما عرفوا يتعاملوا معها، متكتل دفاعيا ومسلم الأمر من البداية يعني بشكل غريب. شلون عنده سبع نقاط وبهالمستوى هذا؟ الشوط الثاني طبعا لما قرأ المباراة الكابتن محمد عبد الله عرف شلون تفوق عليه، ضغط عليه فوق وفعلا ارتكب أخطاء، بس أنا انصدمت صراحة اليوم من مستوى نادي الساحل. وأنا أتمنى أن ما راح أنصدم، ما أتمنى ما أنصدم برأيك اللي أتحفتني فيه قبل أسبوعين، اللي هو السالمية بطل الدوري هذا الموسم، واليوم السالمية يلا فاز على نادي برقان اللي له أول مشاركة في الدقيقة 85 هدفين 2-1 على برقان. والسالمية هل 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 دهيليس راح يقال بعد فترة قريبة؟ لا أعتقد أن دهيليس ما راح يقال، وراح يكون موجود الطاقم وياه بداح الهاجري وياه سلمان عواد والأمور طيبة عندهم. إذا استمر كذي دهيليس لعبته ما يطول. أنا أقول لك ليش سبق النادي الموسم الماضي أقل الألماني في سبب مو فني، كان قصة هذه سبب مو فني يعني. شنو السبب؟ نسينا السبب. لا خلاف يعني من اللي قاعد تحت وليش ما تقعد تحت، وانت ليش سافرت وليش ما سافرت، كان السبب يعني خلاف يعني. انا اعتقد خسروا مدرب ما يستحق طبعا اللي قاله يعني. لا لا الموضوع مو فني، انت جايب مدرب، انت مو جايب مدرس، مدرب هذا فني يعني. انت توقعاتك مع الكابتن دهيليس شنو راح اذا 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 استمر مع السالمية؟ اليوم فاز ما نقص حقه، لكن فوزه على اضعف فريق ممكن مشاركه. اعتقد ابو يوسف في مقوله حق اينشتاين ولا واحد من العلماء، لا تعتقد تعيد نفس التجربه وتتوقع نتائج مختلفه. مقوله لاينشتاين من الجنون كاتبها كاتبها بمقالته الاسبوع اللي طاف. ان لا تسوي انت نفس الادوات تتوقع نتائج تختلف. الكابتن عبد الهليس
كان معاهم قبل فترة وتم إقالته. صحيح. زين أنت الحين رديت نفس الأدوات، وشنو متوقع؟ أن النتائج تختلف؟ هو أنت عارف مستوى وعارف أدائه. كابتن علي، كابتن علي، أنا سؤال، إقالة المدرب ورجوعه إلى النادي في فترة قريبة، أنت يعني هل يفترض من المدرب أن يتقبل مثل هذا من باب الاحتراف ومن باب ومن باب ومن باب؟ لكن هذه ظاهرة، بونياك شفناه راح ورجع، كابتن دهليس راح ورجع، بانيد راح ورجع. تبي نقول لك الظروف يعني على 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 بونياك، بونياك بونياك ما ردت، ما ردت الإدارة، بونياك ردوا الجمهور. بونياك أنا خلاك بس المدرب يقبلها على نفسه. أنا أتكلم أنا أقال أنا أقول لك وأرجع، أنا أقول لك ليش أتكلم على الأجانب، الأجانب اللي قاعد يجونك الدوري المحلي، مع احترامي حق الدوري المحلي، يا يعيش ملاقي فرصة عمل بأي مكان زين. كابتن دهليس أقال ورجع. كابتن كابتن دهليس، في بعض المدربين وقيل. في بعض المدربين الوطنيين اسمحوا حق نفسهم يتعرضون نفس حق المواقف. انت لما تيجي تقعد مع النادي، ما في اغلب المدربين الكويتيين ما قاعد يحطون شروط تحميهم بحاله ان انت تكون مدرب مؤقت. ذمتك يعني ادارات الانديه عندها مثل هذه الاعتبارات؟ وانت ليش تتنازل؟ انت كمدرب ليش تتنازل؟ ليش تتنازل من الاساس؟ تنطر الكويتيين انحطوا بموضع مدربين مؤقتين لانهم رضوا ينحطون بهالموقف. وهذا اللي انا اطالب اليوم مدرب الكويتي، انت لازم تفرض احترامك، تفرض احترامك بتعاملك مع الاداره، بالعقد اللي تفتحه مع الاداره. لا ليش انت الحين يعني محمد ابراهيم على الانجازات والارقام اللي عنده، ترى قدر يغير حتى شكل المدرب الوطني. بالضبط، عنده انجازات ما تحققت حتى ولا مدرب لا اجنبي ولا محلي، ولا اعتقد راح تحقق. ومحمد بورضان يختلف مع هذا الموضوع. اراء ممكن مهنا على ما استثناء اراء بس ما في احد يقدر يعني يقلل من الارقام اللي تحققت او يربطها. ما تنكر انجازات، ما تنكر الانجازات موجوده. ابحث ما خلف الكواليس. لا شوف شوف، لا تنظر لي، ابحث ما خلف الكواليس. شنو يعني؟ خلنا انا اقول لك شيء. لا 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 لا، على محمد ابراهيم. العفو، محمد ابراهيم مسك نادي غير الكويت القصير. المدرب محمد ابراهيم، المدرب الكابتن الكبير الجنرال. تمام، مسك سالميه قصدك؟ سالميه في فتره كاس وصل نهائي وخسر من العربي ومن الكويت، من القادسيه. عفوا، مسك القادسيه ومسك الكويت. عدل، خمس سنين بالقادسيه وسنه ونص بالكويت. اكثر اعتقد من خمس، أكثر من خمس، سبعة، 2000 من 2000 بلش 2000 كان مساعد مدرب. لا لا، بطولة الخليج من جاي مساعد مدرب، مو يا بكاس الخليج يا جماعة. وبعدها صار، وبعدها صار مساعد مدرب أعتقد، أو شيء من هالقبيل. لكن أنا الحين أسألكم، 14 موسم ماضي منو بطل الدوري؟ قادسية والكويت. قادسية والكويت، شنو الغريب اللي حققه محمد إبراهيم في الموضوع؟ هو الأبطال قادسية والكويت. القادسية حقق الدوري بدون محمد إبراهيم وحققه مع محمد إبراهيم. نادي الكويت حقق الدوري بدون محمد إبراهيم وحققه مع محمد إبراهيم. ما نبخس حق محمد إبراهيم أبدا، لكن ما في شيء غريب. أنا شنو الغريب اللي أو شنو الصراع اللي صار؟ لا أقول لك، لا خل أقول لك شو الفرق. أنت حنيك مدرب، عفوا بس إحنا عشان نختلف بس في مفهوم كلمة البصمة، ومن المدرب اللي لا بصمة أنا اختلفت فيها حتى مع يعني كان في برنامج مع أبو عبد الله حبنيان دق مداخلة على هالموضوع. أنا أعتقد كلمة بصمة أو محمد إبراهيم، لا طمنك نيب نيب نيان ما راح يدق عليك. لا لا، أنا أقصد بأن كلمة البصمة، مثلا محمد إبراهيم ما حقق بس بطولات، طلع نجوم، هو كان بقراره هو يعني. صالح الشيخ صار نجم معه، وعبد الرحمن موسى لعب المنتخب معه، محمد فهد الله يرحمه، حتى احمد بلوشي وعلي الشمالي بعدها هذا الجيل وخر وطلع مكان طلال عامر والانصاري. في اراء ثانيه، كل اللاعبين اللي الحين نجوم عندنا محمد ابراهيم لا بصمه على وجودهم. بس كابتن بدر، كابتن بدر في فتره ما هم كان هناك راي يقول محمد ابراهيم قامت السومه ما لعبه، المشعان نفس الشيء، عزيز ما اعطاه فرصته، سيف الحشام، بيوسف يعني في اراء، قصدي انا في اراء في تباين. بالمقابل منو كان نجم عندنا جدا؟ محمد العنزي. انا اقصد ان محمد ابراهيم ما ارتبط اسمه بمجرد تحقيق بطولات في وضع سيء بالدوري الكويتي، ارتبط في صناعه نجوم. بدر مطوع من اللي اعطاه الفرصه؟ صناعه النجوم طال عمرك تمت في المنتخب. ومن اللي وداهم المنتخب؟ محمد ابراهيم وداهم اسم نادي القادسيه. لا، على النمس من وداهم المنتخب؟ الحين بكلمك ترى محمد ابراهيم، لحظه، عبد الرحمن موسى، محمد فهد، الحين بجيب محمد راشد، احمد بلوشي، علي الشمالي، كل هذيل راحوا بعهد محمد ابراهيم بالمنتخب. لا، بس سؤال، انا بسالك سؤال جاوبني. تبخس حق الكابتن محمد ابراهيم في انجازاته مع القادسيه وابرازها والنجوم المواهب والنجوم؟ انجازات هذه موجوده ومسجله وما حد يقدر ينكرها. انا قاعد علي تبخس حقه في هذا الجانب بالنجوم؟ لا لا، النجوم نعم، لحظه بس، عيلتك تتكابر يا ابو نادي القادسيه
ما مالك 14 لاعب من نادي القادسيه يروحون المنتخبات؟ هذا ناهيك عن المراحل. ما يستحقون السنة. منو؟ اغلبهم ما يستحقون. مو كلهم طبعا. مو اغلبهم ما يستحقون. انا صدق لو كان في خلاص لو كان في خلاص صدق راح يكون على 2 او 3. لا 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 اعطيك مثال. اقول ايه بنرجع بالاسامي. بضرب مثال. اسمعني تكفى واحد عشان لا انسى. يا ولد لا تقول تكفى. نطلع فاصل ونرجع بنتكلم بهذا المحور بعد هذا الفاصل. برضان لاعبين القادسية أصروا أنهم يسمون لقب الدوري الموسم الماضي بلقب الكل عرفه درع الزعامة. هنشوف شو السالفة. أفضل مباراة لي بدوري الزعامة كانت أمام العربي بالقسم الثاني اللي فزنا فيها 2-0. أفضل مباراة لنا كفريق مع الكويت اللي ختمنا فيها دوري الزعامة. سالمية كانت أحلى مباراة صراحة لنا هذه. أجمل مباراة في دوري الزعامة كانت ضد نادي العربي في الموسم القادم. الستة وهذه كرة ملعوبة أيضا رأسية تبعد. بدر مطوع جرب نفسه بيحاول يمور والعرضية جول. مباريات الموسم اللي طاف مباريات جميعها صعبة وقدم لاعبين نادي القادسية موسم استثنائي وتاريخي بالنسبة لي، خصوصا النتائج مع الفرق القوية يعني العربية 2-0، نادي السالمية المنافس 4-0، ونادي كاظمة منافس وخصم عنيد 3-0، ونادي الكويت 3-0. مع العربي كانت أصعب مباراة لنا. أصعب مباراة كانت مع السالمية اللي فزنا فيها 2-0، كانت مباراة ممتازة وصعبة بنفس الوقت. أصعب مباراة كانت مباراتنا ويا كاظمة هي القسم الثاني، يعني كانت مباراة مفترقة، كانت بتقربنا 90% للدوري، وإذا يسمح الله تعادلنا وخسرنا كان يرد لنا مرة ثانية بالكويت في المنافسة. في النص نقلة لمصلحة الضفيري كرة الضفيري يعود بالكرة ومحاولة موجودة صالح الشيخ تسديدة الله ولا زالت خطر الله هذا هدف لي ضد السالمية القسم الأول 2-0. أجمل هدف لي الموسم اللي طاف مباراة الكاظمة. أجمل هدف لي كان هدفي على نادي السالمية بالقسم الأول وأيضا فزنا فيها المباراة 2-0. أجمل هدف كان مع صليبي خات اللي كانت فيها أكثر من نقلة بيني وبين بدر وبين مسيدو وبين على مصلحة القادسية. عبد العزيز المشعان أمام أكثر من لاعب عبد العزيز يلعب التمريرة غاية في الروعة لسيدوبا اللي بدل المطوع يا سلام الله على القادسية والحمد لله بالأخير حققنا دوري الزعامة اللي اعتبر أهم دوري للجميع القادساوي.
تابعنا هذا التقرير ولاحظنا أكثر من لاعب في نادي القادسية كان يكرر مفردة دوري الزعامة. كابتن بدر، بما أنك أنت يعني لاعب سابق في نادي القادسية، تتفق مع هذا المصطلح وهذه المفردة واللي اللاعبين قاعد يتغنون فيها وأيضا الجماهير؟ والله هو يعني جرى العرف بكل الدوريات، خلينا نقول العربية على الأقل، أن لقب الزعامة على الأكثر حصول على الدوري. هذا واقع يعني بالنهاية، يعني الاختلاف، أنا أشوف الحساسية بالاختلاف بين اللقب والاستحقاق. يعني العربي إذا كان لقب الزعامة هو لقبه فهو يستحقه، وهو الزعيم، يظل الزعيم. وإذا كان إذا كانت هذا المسمى يرتبط بالأرقام فهو القادسية الحين. الحين يعني احنا يعني الزعيم بالأرقام، وإذا كان العربي الزعيم باللقب فهو الزعيم، يظل لقب مو استحقاق. أنت متفق مع المصطلح هذا؟ احنا زعيم الكرة الكويتية بالأرقام. يعني أنت متقبل الموضوع؟ ممكن نخسر الزعامة مرة ثانية بالنهاية، شو المشكلة؟ لقب متحرك، شو المشكلة؟ أنا ما أدري، حتى أستغرب إن ليش هذا الدرع هو درع الزعامة، مع أن النادي بكبرى مجلس الإدارة بما فيه برئيسه أعلن أنه هو الزعيم، مو بهذا الدوري، بالدوري اللي هو مو أول العام، اللي قبله كان بعدد يعني بعدد البطولات العام خذ القادسية، اللي قبل الكويت، اللي قبل القادسية، من خذ هذا الدوري هذا، يعني مو أنا ما أقولها افتراء، انحطت على أسوار المدرجات. أنا بس ما أبي أعطي الموضوع هذا أكبر من حجمه. تتفق مع المصطلح المفهوم؟ طبعا. أنا شخصيا يعني أنا لا، حتى بالبرومو كنا حاطينها لي. أنا ما أتفق معه، قلت لك ليش يعني. لأن القادسية حطوها أصلا من قبل يعني. يعني أنا أحس معايات ناس وايد أقل منا سن وفهم، حق جمهور، مو حق ناس يعني. لا هو تبي أنا أتفق ولا أختلف؟ لا لا، مثل ما قال بدر، هو لقب وانتهى. أنا صار لقب هذا، ليش تبي تأخذه منه؟ لا اللقب يظل، اللقب يظل. أنا أقول لك اللقب يظل. تقعد تعايون أي ما عندك الاستحقاق بالأرقام فهو لنادي القادسية. ممكن يروح نادي الكويت، وأنا أقول لك هو الزعيم القادم جاي من تحت، ما أدري. لا إذا هو بالأرقام فالقادسية خذاها قبل الأرقام أصلا، حط لنفسه لقب الزعيم قبل لا يأخذ الرقم. فإذا هنا اختلف العرف، اذا انت خرقت هذا العرف بانك تسمي نفسك زعيم قبل لا تعد الدوري. محمد، انت قاعد تجادل بالموضوع، معناته انت عندك قناعه بان لقب الزعيم لقب مستحق لاي نادي يستحقه، سواء بالارقام او غيره. يعني لقب المفهوم، لقب اعلامي. لا خل اقول لك انا بس، عفوا، الفرق القادسية استخدم هذا اللقب، صح كلامه، لانه كان ذاك الوقت بعدد البطولات الرسميه القادسية اكثر. فبعدين صار الجدل هذا، فاصبح شنو الكلام؟ قلنا لا، طوفونا بالدوري. انا افهم انه فقلنا ما يخالف، افهم انه خلطوا ال 17. محمد افهم محمد الصالح كونه صحفي ويكتب ويحتاج احيانا لدغدغه عواطف معينه، يحتاج احيانا. لا لا لا، ابو يوسف افهم انك تستخدم مثل هذا. اول العلم، ترى على فكره انا بالصحيفه اللي انا اكتب فيها ممنوع عندنا نكتب القاب لهالدرجه، لكن انا اكلمك هذا لقب اعلامي، ما في كلام يعني. انا اتكلم، انا قاعد اتكلم فيه حاليا، ما يخالف اسحبها عشان ما عشان صحيفتكم. زين، بس انا استغرب اللاعبين يعني يتمثل لهم يعني شيء كبير. كابتن علي، انا في هالجانب ابي رايك في هذا المصطلح المتداول اللي وصل الى اللاعبين. ما له علاقه باي شكل من الاشكال بالمدرب او اللاعبين اكيد. وانا ما يعني ما افضل ادش نقاش على موضوع زعيم ما زعيم، لانه بالنسبه لي اللاعب مفروض يلعب. لا ما اتكلم ادش على زعيم ما زعيم، انا اتكلم على يعني مثل هذا الاصطلاح وانتشاره. انت ما تتقبله؟ ما تقبل، اكيد ما تقبل. ولا يهمني ان اتناقش فيه بيوسف، مع احترامي حق يعني محور اللي قاعد نتكلم فيه الحين، لكن بيوسف اللي قاعد يستخدمه في بعض قاعد يستخدمه تكسب جماهيري على حساب الكره. لا بس عفوا، في ناس يعني ما عاشت الاجواء، يعني مثل ما قال الاستاذ، ممكن هو يشوفه من زاويته رايه يحترم، لكن احنا اللي عشنا الاجواء هذه، احنا من احنا صغار نسمع لقب الزعيم العربي لان الاكثر بطولات الدوري، وكان رقمه بعيد. فانت لما اللاعبين اللي مثل صالح الشيخ اعتقد مشارك في دوري 99، كنا السابع دوري العربي 14، فشوف انت شنو قاعد طالع، عمل طويل طول هالسنوات والمواسم والتعب عشان احنا نقدر نكسر هذا الرقم. فلما تكسره لا تستكثر علي الفرحه، اني انا قدرت اني اكسر الزعامه بتحقيق لقب، يعني لقب الزعامه بالدوري الكويتي. فانا اقصد انت قاعد تقول ان اللاعبين استخدموا هذا وكانوا فرحين، طبعا مستانسين. العربي زعيم الكره الكويتيه من طلعت الكره الكويتيه،
من طلعت كرة كويتية. أنا من كابتن بدر روحي الكابتن عايد. الموسم اللي طاف وعلى قولة يعني اللاعبين حققوا هذا الدرع رقم 17 المهم اللي أطلقوا عليه درع الزعامة. ممكن هذا الموسم نادي القادسية ينافس على البطولة ويحقق البطولة مع السكواد عفوا التشكيلة الموجودة؟ أنا أقول القادسية طبعا هو من غير محترفين الحين قاعد يلعب إلا النواشة الأردني، وأعتقد أن القادسية إذا ما تدارك نفسه في الانتقالات الشتوية وجاب له محترفين يعني بمستوى صوماليا و صومايلا صومايلا أو صومايلا أسهل صومالي إيه صومايلا هو صومايلا أعتقد أن القادسية راح يعني ما راح ينافس على بطولة الدوري. زين مرضان لو خليك والله قاعد حزينة مو قاعد تبي حزاء يعني والله نمنا يا مرضان زعيم 18 زين كنت تقول كابتن محمد ان المنتخب يعني يختار او يختارون لاعبين المنتخب اغلبهم من نادي القادسية عشان يعدونهم حق البطولات المحلية، والكلمة يعني ولا زلت اقول ممكن كبيرة. زين الموسم الماضي يا استاذ يا صحفي محمد الصالح، نادي القادسية خذ الدوري واحنا تعرضنا لإيقاف بداية الموسم، ولا لا شغل المنتخب بشيء، وين اعداد المنتخب؟ لا ابو يوسف العفو صل على النبي شوي، النشاط كان واقف. لحظة انت تكلمني عن يعني اعدادي في المنتخب، انا لما اعد كلاعب في المنتخب مجرد ما يوقف المنتخب يضيع هذا المستوى يعني ولا شنو؟ لا اكيد لا. انت الفريق على سبيل المثال لما يطلع مره واحده معسكر في السنه تحس بنتائج هذا المعسكر على مدى الموسم كله، انت فما بالك في استمراريه هذا الامر لسنوات سنوات طويله اكتساب الثقه. تبي اتكلم لك انا عن الموسم؟ زين انتم كنتوا اقلامكم تطعن في معسكرات المنتخب السابقه وبانها مو بالمستوى وانها ما تعد منتخب ينافس. نعم. وانها وانها وانها, وإنها. نعم. الحين صارت المعسكرات تعد لاعبين عشان ياخذون الدوري. لا ابو يوسف مهما يكون هذا معسكر المنتخب افضل من معسكر النادي، يعني العفو انا قاعد اعد لاعب في معسكر منتخب بلعب ضد منه وبالنادي بلعب ضد منه، تفرق وايد. طبيعي المنتخب هذا افضل من الفريق اللي بتلعب معاه، افضل من الفريق اللي بيلعب مع النادي، لكن في النهايه لكن اللاعب لاعب ان اعديته بالشكل الامثل المتاح فكان معسكر ناجح. واذا كان اوضح لك النقطه، وزائد ان هني عندنا خصوصا بالكويت شنو طموح اللاعب؟ اني اوصل المنتخب واقول حق اهلي وربعي ويشوفون العالم ان انا لاعب منتخب. معنويا طموح عشان لا يطول الموضوع، فنيا طموح. من اللي من القادسيه ما يستاهل منتخب؟ وايد وايد عطني اياهم حددهم. ما اقدر اجيك بالاسم. لا 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 لا, لا لا ما يصير. انت الحين تقول طيب انا راح اجاوبك على هذا الحين. لا عطني بالتفصيل ايش رايك؟ يلا بالتفصيل. يلا تعال ناخذ موسم اخر سنه اللي هو للمنتخب، شارك فيه المنتخب الموسم الاخير للمنتخب. حلو. هذا الموسم اللي كان هو 2015 2016 اعتقد ولا 2014 2015 تصفيات كاس كل لاعبين القادسيه دون استثناء مع الحراس خذهم منتخب. انا اخذك مره واصفيك هذا موضوع ثاني. ما يستحقون يا اخذك ما يستحقون. معليش ابو يوسف انا ما ابي احبط اسماء، ما ابي اقول اسماء لاني ما ابي احبطها. يا حنين احس حنين. لا العفو هذا ممكن يشد حيله يصير لاعب ممتاز باكر. احنا ما عندنا مشاركات. مثال بسيط عبد الرحمن العنزي متى اخر مره شفتوه يلعب؟ اللعبه اللي قبل الاخيره تقريبا. قبلها متى شفتوه يلعب؟ تدري متى قبلها شفتوه اخر مره يلعب؟ لما خذوه منتخب وما حد يدري اصلا انه منتخب وصفوه. ما هو لاعب تخيل يتصفى من المنتخب. وايد لاعبين خذوهم معليش يتصفى من المنتخب لكن ما يلعبون اللعبه بالقادسيه خير شر، ويبون مكان محترف ويطلع خالد محمد ابراهيم من من الكليه ويلعب مكانه ايضا. عزيزي معليش حدث العقل بما يعقل، مو معقول باكين يمين منتخب قلبين دفاع منتخب باكين يسار منتخب اثنين ارتكازات اللاعب واحتياطه منتخب الاثنين ارتكازات اليمه منتخب الطرفين منتخب والطرفين الاخرين منتخب المهاجمين الاثنين منتخب. معقوله؟ بكل بساطه السنه اللي طافت مو اللي طافت اللي قبلها كان سلومو مهاجم القادسيه كمحترف، عدل ولا غلطان؟ يا ابو سلومو سلومو سلامو عدل ولا غلطان؟ حلو. نص الموسم راح العربي يابا مكانه ايفان لاعب فيحيل عدل كان الاحتياط الاول اللي هم احمد رياحي عدل عدل ولا غلطان؟ لا لا ها آه من مو رياحي متى شفناه السنه هذيك هذا محمد صالح شنو علاقه هذا بالمنتخب الثالث؟ احتياط الثالث اللي هو يعتبر رابع واحد كان في القادسيه سعود المجمد. انا بالنسبه لي سعود المجمد لاعب ممتاز لكن تخيل بالقادسيه هو احتياط رابع يختارون المنتخب
مو صحيح مو صحيح اختاروا الرياحي ما كان يلعب قبل موسمين يا صاحبي بالسنه اللي فيها الرياحي لا انا ما عندي مشكله انت بسع باراك بس هالمعلومه مو صحيحه بلا فعلك والله الرياحي قبل ثلاث قبل موسمين وين لعب الرياحي ما لعب فريق الاول قبل موسمين بلا مو العام ما لعب ما لعب ما لعب قبل ايش فيكم رياحي تو قاعد يلعب موسم راشد بديح كابتن راشد بديح مو اساسي كان العام المهاجم القادسي اوكي اول الموسم اكلمك وسلوم سلام المحترف حلو بعدين ابو ايفان مال فحيح بدل طلع العام انا قاعد اتكلم العام وبعدين مشى بدر بالدوره دخل عزيز المشعان انا لا لا خل بدر لاعب راس الحربه ها لاعب الرياحي العام ولا ما لعب زين العام لا اي من احتياطهم بعد ورا سعود سعود المجمد سعود المجمد اختير المنتخب باخر اختيار المنتخب عزيز انا غلطان نعم والله اللاعب الرابع في هجوم القادسية اختاروا منتخب والله ما تقول لي بعدين ليش انا بالنسبه لي وجهه نظري الشخصيه سعود لاعب ممتاز زين انت عندك مشكله مع اللاعب الاحتياط وين كان جيد طبعا عندك مشكله طبعا زين انا الدنيا قامت وقعدت بالبرازيل جوتزا ماخذينه منتخب هو احتياط ابو يوسف تقول لي لاعب استثنائي اقول لك اي نعم لكن هو استثنائي على بيئته احتياط القادسية كله احتياط القادسية كابتن علي بروح كابتن علي في هذه الجزئيه كابتن سمعت الحوار في اختيارات المنتخب في مشكله انك تاخذ لاعب احتياط اذا كان يخدم نهج المدرب انت قاعد تقول هذا كان يخدم النهج بالتاكيد ما المدرب ليش اختاره بالضبط فهي هني محمد يعني النقطه اللي معترض عليها انه من وجهه نظره ان هذا ما يخدم هذا موجود لرفع الاعداد بمعسكرات المنتخب هاي وجهه نظر محمد لكن انا بالنسبه لي ما عندي مشكله اذا لاعب المنتخب اذا لاعب بالنادي احتياط ممكن يمثل منتخب ممكن يختار المدرب لانه موجوده بكل مكان يعني. زين النادي القادسيه مثل ما تفضل محمد في لاعبين اختيروا المنتخب ما كانوا يستحقون الانضمام للمنتخب ولا هذه شنو لا في لاعبين عندي افضل منهم تصدق والله العظيم انا لو بسالك كان سالتك لا يا اخي لان انت بتحرج عليه ليش احرجه قاعد تصدد يمين لا تقول عدد لا تقول لا انا قاعد اساله سؤال انا اقول لك في لاعبين بالانديه الثانيه افضل من لاعبي القادسيه ولا يشمون المنتخب مثل عبد الهادي انت تطلع واحد بيصير هداف دوره الخليج باسم الكويت من طلعه بعد وين انت وين رحتوا لا اقول لك مثل هذا اللاعب بعد الحين يقول لك زين هذا اللاعب اوكي بعدين هذا اصلا ثروه للكويت كان تذكرون بالمركز الثالث والرابع لما تو مسجل ثلاث اهداف وكان ينقص هدف عشان يصير الهداف هو فعلا الهداف مشاركين وياه في مباراه البحرين اي مباراه البحرين لا شوف عذر المدرب انا قولوا جول وطلعته عشان بسكر وهذا والبحرين بسكر مطرود منهم واحد بسكر اليمين واحنا فايزين 3-1 ومطرود منهم واحد شوف شلون عارفين هذه جريمه ارتكبت العفو وانا اتكلم دائما بصراحه كلنا ندري نسويها الاتحاد انا اقول لك لا لا بدون باص ما ندري عاد يعني دق تليفون على جوران قال طاح عبد الهادي بدر انا اتكلم واقول لك نعم الاتحاد السابق بقياده طلال فهد ميال مو ميال قادسيه هو قدساوي مصبوغ اصفر كل القرارات تصنع لصالح القادسيه كل المدربين الاختيارات كلها لصالح القادسيه كل المدربين انكروا يا محمد كل المدربين انكروا هذا التدخل شنو هو؟ انه ما في تدخل تدخل شنو؟ لا بيوسف من أي حد من بيوسف بيوسف جماعة أنا مساع ساكت أنا قاعد أطر إني أنا تعطيني الفرصة يعني أنا ما حبيت أقاطع ولا يعني كابتن يعني كلك ذوق يعني حبيت إن أنا يوم ما يطلعون يعني بالنهاية هذه آراء أنا بالنهاية ما أختلف والله ما أختلف هي آراء وهذا الشارع الكويتي للأسف يعني بالنهاية يعني حتى في كتاب سيكولوجية الجماهير يقولك أنت لما تعتمد على التأكيد والتكرار هني بروح العدوى تروح بين الناس وكأنه يقين كأنه يقين تصرف الجمهور كأنه يقين وهم ما تأكدوا مو شيء ولا شافوا شيء حتى تبديلة عبد الهادي الخميس على طول فسرت بأن في اتصال يا عشان لا يصير عبد الهادي شوف شلون رحنا سوينا قضية سوينا زحمة والشارع فاضي قاعد أتكلم على القادسية عفوا لا أنا بعطيك بس التهم اللي تشكل الرأي العام ها عن طريق توجيه وبرمجة لا إرادية من طريق أشخاص ها لهم قدرة لاعبين القادسية اذا كان في تحفظ ها اذا كان في تحفظ دائما العدد الكبير من نادي القادسيه يروح للمنتخب في الاختيار ال40 لاعب ما يدشون بال20 الاغلبيه ما يدشون بال20 لاعب بالمشاركات بالبطوله لما تيني انا مدرب وتي تقولي تصفيات كاس العالم وكاس اسيا تطلب مني 40 اسم انا اختار لاعب من نادي ما ينافس ولا عاش اجواء اصلا كبيره ولا اختار من نادي القادسيه والكويت اللي هم اصلا عايشين الاجواء هذه لا تخلط الكويت انا الحين قاعد اتكلم ما اختار هذا التكرار ولا هذا اللي قاعد السيكولوجيه 14 لاعب من فريق
وبالاضافه الى فريق يملك لاعبين بشهادتكم انتم، اكثر فريق يملك لاعبين بشهادتكم انتم وهو نادي قصير. لا يملك خطير، لا يملك خطير بالمراحل السنيه تونا الحنين، لا انتم بالمراحل السنيه، المراحل السنيه رئيس كلام يعني مدير قطاع الناشئين في نادي قصير، عضو في لجنه الاختيار. ويوسف والله العظيم انا اقول لك لو اذكر الاسماء كلها تحفظ تدري على منو؟ باري زين، صالح الشيخ الكبير تو حق تصفيات كاس العالم، انا اقول لك فيصل سعيد منو بعد؟ عبد الرحمن روح اربعه روح الجولشي منو؟ احمد الفضلي؟ اي احمد الفضلي مشكله ويا احمد الفضلي. انا بعطيك مثال على نادي خالد الرشيدي ويوسف، بعطيك مثال على ما لعب ما لعب ما لعب جولشي القاسيه وخالد الرشيدي احتياط ما لعب، لعب عبد السلمان ابو يوسف نادي العربي منو الحراس الاول والثاني؟ ثلاثه. لا انا بقول لك حميد الله وهو الاساسي بالدوري، معلول منو ماخذ وياه اثنينهم وهو ما لعب، وهو ما لعب بالفريق الاول الاحتياط والله العظيم لو ماخذ نواف الخالدي واحمد الفضل لقامت القيامه على نادي القاسم وقومنا قيامه، ولكن نادي العرب ياخذ الاساسي والاحتياط بعد. الاساسي والاحتياط الوضع طبيعي، ما حد يحتاج من نادي القاسم ولا حد يحتاج، لان الناس تنظر نظره فنيه وان هذا من حق المدرب يختار. معلول لعب سلمان عبد الغفور من احتياطه، نواف خالدي وحميد وخالد الرشيدي، في والله العظيم لو تسوي استفتاء بالكويت لكان في اجماع على خالد رشيد يكون الحارس الاول، واتخذ القرار وذكرنا هذا اتخذ القرار. نواف خالد وينه؟ رد رد الطياره من سيدني ومن رئيس الاتحاد وهو نفسه من يتهم بمساعده نادي القادسيه. بدر المطوع باستبعاده من رادان بتصفيات كاس العالم، استبعاد استبعاد بشهاده اسامه حسين مدير الفريق، استبعاد بدر المطوع اذا كنتوا تذكرون اللي عجب تالق فيها، وين بدر المطوع هني؟ استبعد وين وين طاول فهد ما دافع عن بدر المطوع وقال لا بدر المطوع ما يطلع، هذه التهمه مردود عليها واللي يقبلها بالعقل يقبلها. انا الحين قاعد اقول لك بدر يستبعد، ايوه الاولى بان طاول فهد دافع عنه عن باري سعيد الرادان المدرب فيها اي سنه تصفيات كاس العالم مو هذه اللي قبلها اللي مع الامارات حطها عجب بالعارضه ورجعت على الدور على حميد القلاف ما كان طاول فهد رئيس الاتحاد شنو؟ من عيب؟ استحد طلع بعد من عيب؟ وسام حسين هنا مدير الفريق بشهادته قالوا له شلون استبعد بدل المطوع؟ أيوة قال احنا كلمنا الشيخ وقال اذا كان قرار المدرب بالاستبعاد فليستبعد عدل؟ مستبعد كاس العالم طاف 2014 قبل 2010 قبل 2010 اي ظرف من الظروف اذا كان اذا كان طلال فهد يبي يدافع عن اللاعبين القاسيه فالاولى انه يدافع عن بدل المطوع بدر، ولكن الناس للاسف تبرمج احنا 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 دقيقه بس عفوا لا لا يا ليت ترجع اجواء المنتخب الوطني عشان نتناقش، بس احنا مو احنا بمحور اخر، احنا بمحور نادي القادسية ما راح اطلع انا الحين اكلمكم انتم دام انك ذكرت الامر لازم يكون بالعقل عدل فضل. انا اكلمكم انتم واكلم المشاهد ايضا بالعقل فضل. بالعقل يا جماعه الفريق حلو كان فيه محترفين اثنين مو ثلاثه قاعد يلعبون قلب دفاع وسيدوبا مهاجم تحت المهاجم ماشي باكين يمين منتخب يا محمد قلتها مساء خلاص قلتها يعقل 16 لاعب في خلال موسم واحد يروح يعني المنتخب تبي ياخذ سيدوبا يستبعد ليه كان مدرب المنتخب ياخذ سيدوبا ولا سمايله هو هذا الناقص هذا الناقص عدل العقل بما يعقل لو حكي عربي بدر المطوع يستبعد من المنتخب رئيس الاتحاد القدساوي الحين الحين يقول شيلو وخرنا عن المنتخب مو حوارنا انا لا مو معناته حوارنا اختيار لاعبين المنتخب لاعبين نادي القادسيه الى المنتخب بشكل كبير لاعدادهم هذا كلام اللي تفضل ودائما هذه السماعه تستخدم في موسم واحد 16 لاعب يروحون منتخب من نادي واحد عادي شيل الجولشين ها انت باقي اثنين محترفين شيل الجولش اثنين محترفين هذا ثلاثه من 11 8 يعني كل لاعب واحتياطه راح المنتخب في موسم واحد فيلم لعب سته محتمل. ما ادري سبع عدل بالعشره وما شاء الله لعب من كاظمه كم بالملعب اغلبيه بالملعب انا اتحداك اذا في لعبه حق المنتخب فيها اغلبيه نادي القادسية بالملعب يمكن خمسة أربعة خمسة زين قبل زين قبل طبيعي عادي قبل 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 نطلع فاصل خلاص راح نطلع فاصل قصير ونرجع للحديث عن بس للمعلومة للنوية اللي قاعد لما استبعد بدر المطوع كان فاصل قصير وائل سليمان اللي ماسك مو خلاص عودة لكم مجددا لنتابع حديثنا نشكر يعني امانه كل اللي يتواصلون ويانا
ورقم الهاتف راح تشوفونه موجود أسفل الشاشة، وأيضا المشاركة عبر الهاشتاج الخاص بالبرنامج اللي هو برنامج أندرسكور 18، بإمكانكم المشاركة. إن شاء الله بعد شوي راح أقرأ مشاركاتكم في تويتر. بالمناسبة كابتن بدر، تكلمت عن سميك كابتن بدر نطوع، وقلت إنه هو من اكتشافات كابتن محمد إبراهيم. ساهم المعلومة بأن ويليام الهولندي هو من اكتشف ونواف مساعدة، وهو من رشح بدر وكلم أنا موجود ويليام أنه تعال شوف بدر، بدر اللي عمره 17 سنة صحيح. أنا شوف أنا لاحظت، قلت لك هو من ساهم واتخذ القرار، هو كان مساعد مدرب مع ويليام. تمام صح. تمام ممتاز. كابتن علي، الآن القادسية في مع مجموعته الحالية، وهو اللي لا يمتلك إلا محترف واحد اللي هو شريف النوايشة، وشريف النوايشة كانت عندها بعض المشاكل الخاصة في الإقامة وتو التحق بالفريق، وراح يعني يكون أعتقد جاهز في مباراة الغد. عدل الكابتن بدر والله إذا خلص الإقامة حسب ما قريت في الجرائد أنه هو متواجد اليوم في لاعب لنادي القادسية، هو اللاعب سيف الحشان، متواجد ولكنه متواجد حالته بعد احترافه في نادي الشباب، يمتلك بطاقته، يريد أن يعود إلى النادي بمقابل مبلغ مادي، هذا اللي احنا قاعدين نسمعه. ما سمعت الكلام مباشرة من سيف، لكن هذا ما يروج. هل عودة الحشان الآن ضرورية؟ ممكن تحقق إضافة فنية كبيرة؟ شوف، تحقق إضافة مرتبطة بإمكانيات سيف، واللي هي ما عليها أي خلاف. لاعب يعني بالنسبة لي من أفضل لاعبين الموجودين بالكويت. الاتفاق اللي يصير بين نادي القادسية وسيف على أنه يرد أو ما يرد، هذا لازم يصير بالإجماع مع الطرفين. سيف عنده مطالب، نادي القادسية يرفضها ويوافق عليها، هذا قناعاتهم رأيهم. النقطة بيوسف اللي أنت واحد من الشخصيات في نادي القادسية شيء يذكر، يعني كلمني وقال لي الاسم لا تطرحه في الإعلام، وانا احترام لشخصه الكريم ما راح اتكلم. يقول احد الشخصيات عرض على الكابتن سيف الحشان مبلغ مقابل انه يرجع، لكن كابتن سيف يبي اكثر من المبلغ المعروض. تتفق مع يعني كونك انت كابتن بدر ولد النادي، شلون ممكن تنحل مشكله سيف الحشان؟ والله شوف، والنادي عاني. هو طبعا شوف، هو من حقه ما في مجال، هو من حقه، وانا من الداعمين لحقوق اللاعبين اصلا. يعني انت اتمنى اصلا هذا الموضوع يناقش، لانه مسلوبه اصلا. انا اتمنى انه يناقش يعني حتى بعد التغييرات الجديده وحل وابعاد من المتهمين بالوايد امور ومسكوا الشباب، اتمنى يناقشون موضوع حقوق اللاعبين. انا اتمنى، ومن ضمنها نفس موضوع سيف الحين وغيره. السؤال الغريب ان سيف جاي يسولف عن نادي القادسيه، ليش ما في عروض حق سيف من النادي الثاني؟ احنا ما نعلم، انا ما ادري. انا الحين مستغرب انه ليش دائما الحكي بالاعلام سيف يبي يرجع القادسيه ولكن بشروطه، والقادسيه يرفض. المشكله اللي انا متاكد منها، سيف الحشان خارج البلاد. سيف الحشان مو انا ما اقصد تواجده، ولكن اقصد انا الموضوع انه ليش الانديه 14 نادي بالكويت وكلهم يملكون، يعني مثل نادي السالميه، نادي الكويت يملك الماده، النادي حتى كاظمه اعتقد سيف، الكل ليش الكلام دائما انه نادي القادسية؟ شو ولد النادي الحين؟ نادي القادسية لا يملك حاليا، هذا واقع، ما اللي يرفضه اما جاهل او معاند، هذا واقع. نادي القادسية لا يملك حاليا من المادة اللي تخوله حتى يدش في هذه المفاوضات او حتى يفكر بهذا الموضوع. زين، ممكن سيف يمكن بعد الإصابة، مو سيف اللي نعرفه احنا صراحة، ممكن وهل استغنوا عنه نادي الشباب؟ انا اتوقع انه وإصابته مرتين، يعني مو تقول مرة صح. فاتوقع انه وخاصه بالرباط الصليبي وهو لاعب مهاري، واعتقد ان هذه بالروضان تغير دوره الروضان، وانت شايفه دوره الروضان اللي طافت. نعم لعب مباراه مهاريه كبيره، يعني انا الصراحه كنت خايف انه ما يرجع، لكن يوم شفته زين لعب. زين السؤال، عنده امكانيات. السؤال، يمكن لك علاقه مع النادي او تسمع، فلوس سلطان العنزي، فلوس فهد الانصاري، مبالغ كبيره ما يقدرون يجيبون فيها. صمايلة مؤخرا ما يقدروا. لا يا ابو يوسف، نرجع حق الاصل الموضوع، انه من يضمن حقوق النادي بانتقالات اللاعبين؟ ما في احد. الفلوس تسجل اصلا، تقول جاهل او معاند. لا عفوا التشيك يسجل باسم منه؟ في احد يدري؟ والله ما حد يدري، انا ما اشكك باحد بس ما حد يدري. لكن انت لو تفرض انت كهيئه او كاتحاد او كجهه مسؤوله عن الاتحاد، ما له شيء اي لاعب ينتقل. الهيئه الحين مسيطره على كل شيء بالسلطه، هي بالموضوع لا 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 تملك كل شيء. هل هي تملك يا استاذ بدر؟ ايه؟ الهيئه تملك الاشراف والرقابه الماليه، وهذا يحق لها. وين الحين؟ وين هلا والدنيا؟ وش وين هي رقابه ماليه؟ ده رقابه كل شيء صارت. وين ماليه؟ يوسف، انت قاعد تتكلم عن مشكله تفاصيل ماديه بين النادي واللاعب،
على اسقاط جدا خطا. انت عندك سيستم هوات، السيستم هذا دائما مصالح النادي مو مصالح اللاعب. النادي ترى صايره بمزاجه، يقدر يدفع لك يقدر ما يدفع لك. ردينا احنا نظام الاستعباد، هذا اللي احنا نتكلم عليه اليوم. ان اللاعبين ابسط 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 شيء العقد راح يحفظ حق الطرفين. فهو المشاكل اللي قاعد تصير مو لانه مشاكل والله النادي ما يبي يدفع، لا النادي قاعد يمارس شيء بسبب سيستم يفيد النادي ما يفيد اللاعب. وما يقدر يفتح باب اصلا، اذا وقعوا يا سيف راح يضطر يوقعوا يا الباجر. بدر انت عضو جمعيه عموميه في القادسيه؟ انا ما سجلت. ان شاء الله تسجل. ما سجلت. لا انا عرضوا علي وايد يسجلوني، بس قلت لهم انا لازم انا اسجل، ما ابي احد يسجل. هو طبيعي انت يوميولك يعني بالنهايه ما ابي احد. لكن انا اتكلم عن الفلوس وين راحت وما وين راحت، هذا كله يكتب في التقرير الاداري والمالي للنادي. هذا اذا دخل الصندوق. لا لا لازم يدخل الصندوق. لا عفوا العفو ما في جمعيه عموميه. لا خل اقول لك الحين انا جمعيه عموميه، انت الحين انا اذاكر لك لاعبين، في لاعبين تغلى ب 100 و120 من انديه ثانيه، من يدري التشيك انكتب باسم منو؟ انت انا اتحداك اذا حدري. انت خلي التشيك وفلوس راحت حق منو؟ دخل النادي ولا ما دخل النادي؟ ولنفرض انه كتب باسمي وانا وديت النادي. لا بغض النظر عن انت وديت البنك. انا ما قاعد اكلمك عن وديت البنك للنادي مثلا، انا ما قاعد اتكلم عن الاجراء القانوني لها، لكن هذه الفلوس لازم تدخل النادي لان في جمعيه. لازم في تقرير مالي اداري. انا الحين اطلع لك لسته فيها مليون لازم. لا قاعد يطبخ اذا المخالف. اذا هني لا تقول ليش الهيئه تحل وتشيل عين. ها انت انا مو لا 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 والله ابدا انا قاعد اتكلم. انا اول سؤال سالتك انت صح. تكلم صح. اذا تتكلم عن النادي باع الهيئه وينها؟ شكو الهيئه الله يسلمك لما تحط نظام لاعب كويتي. لاعب كويتي فهد انتقل صح؟ انتقل برا. هذه الفلوس اللاعب مو حق التنشئة؟ صدعونا بحق التنشئة. حق التنشئة هذا منو يضمنه حق النادي؟ دش صندوق النادي منو يتابع؟ في تقرير مالي يصدر في السنة يحاسب النادي بأن هذا المبلغ دخل صندوق النادي. ما حد بلا 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 فعليك. لا لا بلا لو كان العقد يوثق ويصدق. لا يتكلم إداريا هل الهيئة حق المراقبة على انتقالات اللاعبين ولا هذه سلطة مطلقة لمجالس إدارات الأندية؟ مش مجالس إدارات الأندية. أنا عضو جمعية عمومية، لما أنا مثلا أنا عضو جمعية عمومية في النادي العربي، لما يباع لاعب مثلا يروح أي نادي سين من الأندية فلوسه وين راحت؟ ما راح أسأل أنا الحين، راح أسأل بالجمعية العمومية تعال وين الفلوس؟ وكم كانت الصفقة؟ وليش؟ وكم صارت؟ جمعياتنا العمومية كلها صراخ وبصراخ ولا فيها مو مفروض ولا فيها حل لأي عزيزي. معلش العربي تحاسب على 70 دينار في جمعية عمومية، أنت قاعد تكلمني عن مليون تقول لي ما أدري وين راح؟ أستاذ تحاسب مجلس إدارة في النادي العربي على 70 دينار. أنا بقول لك نادي الساحل باع 160 ألف، منو جمعية عمومية قال لهم تعال وين يا معلم؟ أنا لسه أدري في بداية الكلام أنت عضو جمعية عمومية. نادي الحيطان باعوا الدنيا كلها. أنا لسه سألتك أنت عضو جمعية عمومية ولا لا؟ حتى العضو ما راح. عشان لا تقول أنا وين الفلوس القادسية؟ سجل واسأل. ما في اي مشكله. وبعدين الفلوس اللي المخذه يقول لك جزء منها يدفع حق بدر وجزء يدفع حق هذا، ترى ميزانيه بدر شكو مصاريف تعويض عن عقد ياله او شيء. في كلام وايد احنا نسمع. بو يوسف انا استغرب يعني، انا اتمنى هذه رساله توصل والله العظيم لجميع الجهات. يا اخي اكبر دوله بالعالم في متحدث رسمي او الرئيس نفسه اوباما يطلع في المنصه ويناقش الاعلاميين وفي شفافيه ويناقشونه. احنا لا نشوف اتحاد يطلع مع الاعلام، لا نشوف وزير يطلع، لا نشوف هيئه تطلع حتى تناقش الاعلام، زي طلعوا ببرنامج، طلعوا مؤتمر صحفي، ناقشوا خلوه يقدم لكم اسئله ونسمع. ما حد يدري مثل هذا نادي القادسيه نفس الموضوع هذا. ليش ما يوجه الاسئله هذه حقه وتجاوبون؟ ليش ما تجاوبون؟ شو المشكله يعني؟ ليش تخلونا احنا نأول ونتكلم ونطلع؟ والله اتمنى الاخوان باداره نادي القادسيه تليفوننا موجود، خلي يطلع واحد يتكلم. انا اتمنى خلي الجمهور يسمع. انت قد تساوي يمكن انا حفيت والله وانا اناشد واتكلم يمكن انت ولدهم ولد النادي. انا قاعد اقول لك يسمعون كلامك. انا شخصيا اتكلم يعني ويا لما اروح النادي اتكلم ويا رضوان رافي ولا اي عضو مجلس اداره او حتى الشيخ خالد فهد. انا يا جماعه الوضع كذا كذا واحنا نبي كذا، ويقول لك ان شاء الله بخير بالنهايه هذا الواقع. زين عايد ما أدليت بدلوك في موضوع سيف الحشان. أنا قلت أنا أتوقع أن سيف الحشان مو سيف الحشان اللي نعرفه. يعني وبعدين هو طلع من نادي القادسية بطريقة يعني. شنو قصدك مو سيف الحشان اللي نعرفه؟ اللي نعرفه اللي نتعرف. حاليا اللاعب جاهز ومحافظ على لياقته حسب ما نسمع. أنا أتوقع أنه في كان في كلام أنه ببعض الأندية تبيه، الكويت العربي يعني، كان السالمية كان في كلام.
ما نعرف شنو صحتها. شوف القادسية إذا كان سيف الحشان هو سيف الحشان اللي أول ما طلع، يعني منو من بيكون يعني؟ لا أقصد بعد الإصابة أنا ممكن أثرت عليه الإصابة لأنه لاعب مهاري وبعدين الإصابة هذه في الرباط يعني راح تأثر عليه واجد. فالقادسية بحاجة ماسة إلى مثل سيف الحشان صراحة. زين وأيضا لازم يحلون مشكلة الحراسة. الحراسة عندهم مشكلة ترى. لا إحنا حاليا ما في مشكلة. حاليا الحين في وجود احمد ماكو مشكله، ولكن السؤال اصيب احمد السؤال لا السؤال لما يصير عندك ثلاث حراس بالفريق الاول فوق 30 سنه هذه مشكله، وما عندك حارس يعني بالمرحله السنيه اللي تحتها اللي انت ممكن تعتمد عليه في حاله الطوارئ. زين وين اعداد اللاعبين؟ وين القواعد؟ وين شغل مو اعداد اللاعبين؟ انت تتكلم انا ترى ولدي انا حارس مرمى الله يحفظك بالعربي والله العظيم يلعب العربي ولأنه ميول عرباوي راح العربي والله ديمقراطي. أنا أي أحييك أحييك والله لا هو أنا مودي أنا مودي هو قال لي ليش ما وديته ذي القدسية؟ تدري متى تأثر؟ كان ليش ما وديته القدسية؟ تأثر بسنة الصدارة مات العربي اللي ما أخذوا فيها ليش ما وديت ولدك أنت قدساوي؟ ليش ما وديت ولدك نادي القدسية؟ ما يبي هو ما يبي يبغى بدر جمع محارب من نادي القادسية ترى شوف يدافع كونه قادساوي بس ترى في مشاكل مع نادي القادسية صحيح انت محارب مو صحيح انا تبلع رايات مالي اي غير وديه مع الشيخ ياك اسرع نزي بالتاريخ اسرع نزي بالتاريخ 20 ثانيه بدر انا لو كنت اشتغل خلاص ممكن لكن انا برا ما اشتغل ولا شيء بدر ايام الخيمه انت مسوي سوالف ايام الخيمه انا موجود انا موجود كقدساوي وشريت تذاكر وافتخر باني انا موجود في بهذا الحدث اللي انا افتخر فيه الصراحه وكل قدساوي افتخر انت مع الخيمه طبعا كان مع الخيمه احنا لا مع ان اداره نادي القادسيه تاخذ من الجمهور عن طريق ديوان قدساوي مشكورين انا مع ردود فعل الجماهير السريعه في حل مشكله انا اقول شوف اي جمهور كبير ناديه يطيح واقف لا انا خل اقول هذا ما فيه رجال جمهور نادي القادسيه في هذا الحدث خيمه بعمودين سكرنا لا انا ما اتكلم عن الجمهور والله العظيم لو صندوق النادي ما اتكلم عن الجمهور يا بدر فجحان بدر انا اتكلم عن سكر الميزانيه لا انا اتكلم عن الاداره وموقفها في هذا سلبي طبعا سلبي انت لما تقعد انت انا اقول لك الحين انا اقول لك وخلي يسمعونها انا قاعد بذاك الوقت زين بالخيمه بوجود عظامة الاداره شخصيا تخيل ان يجونا ياهال يشترون بخمس دنانير وعشر دنانير تذاكر حبهم نادي القادسيه وحتى اشخاص من برا الكويت انا شاهد موجود يعني والله العظيم من برا الكويت من الامارات في شخصيه وشرب 5000 دينار تمام لما يجي واحد من الجمهور ويسال اعضاء مجلس الاداره اللي قاعدين يقول لهم تدري كلم شخص منهم يقول له تدري ان ولا عضو مجلس الاداره شرب منه تذاكر كان الوضع صدمه ويعني وضع لا يمكن يقبل هل الموضوع مو لازم الجمهور يتكون له كلمه في الجمعيه العموميه صارت حملة نبي نسجل وسجلوا بس هذا كلام صارت الحملة بالعكس انا اتمنى من كل الاندية ان جماهيرها اللي تتكلم انها تروح تسجل وانا اعتب على نفسي صراحة اني انا ما راح سجلت لان كان زحمة يعني اعتب على نفسك سجل مع وجود على حسب لحظة على حسب تسجيل موني خصوصا في نادي القادسية انت تبع اي قائمة تتسجل او ما تتسجل ينطرونك لما ينطرونك لا مو كل انديه حتى لا لا عفوا لا حتى عندكم انا اي لا انت عربي انتوا عندكم متى صارت حمله وصارت كثافه اصلا لا روح سجل اي وقت لا الحين انا قاعد اقول لك ليش صار احنا عندنا كذي صارت حملتنا بنسجل شنو صارت قبل يوم تلقى 400 500 بيسجلون هني شنو صار بدر انا ما اسمح لك قبل حملة نبي نسجل عشان لا تشيلني من هي فواز الحساوي كان يبي يسجل قائمته او مجموعه فواز الحساوي هي اللي تبي تسجل صارت العقل لا جمهور قاسيه بيسجل خل انا ما اتكلم عن الجمهور انا ما اتكلم عن الجمهور اتكلم قبلها في حمله في تسجيل الحمله هذه كانت قائمة فواز الحساوي حمله جمهور لا انا ما اتكلم عن هذه كان عنده قائمه فواز لا في قائمه النادي توجدين بيان العفو يعني منو ابناء النادي نعم ابناء النادي ذا حامد هدود انا طالع وياه برنامج ونفه رئاسة فوز حساب القائمة. أنا تونا واصلنا. قاعد أقول لك هو شخصيا. أنا أكلمك واصلنا بيان ونشرناه في جريدتنا. القبائس نزل إن أبناء النادي منزلين بيان وتكلموا عنه وانتقدوا هذا الوضع في التسجيل أصلاً. طبعاً. إن كانت إدارة نادي القادسية الحالية تعيق تسجيلهم وفعلاً وفي من عندنا إحنا. مفيديننا من. زين. آخر من آخر. آخر وشافوا هذا الأمر. آخر 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 يعني آخر آخر جزئية في هذا الشأن كابتن علي نادي القادسية في ظل هذه الظروف الآن. عنده محترف قدمته شركة خاصة ترعى النادي وهي اختارت المحترف واختارت المركز مركزه
رايك فنيا في هذا الموضوع؟ يعني لما تجي شركه من الخارج وتتكلم يصير ما معلومه متاكد منها ولا يعني هذا حكي دفعت تكاليف؟ لا خلت تكاليف انها اختارت وهي ابت وهي بدون تنسيق مع النادي مثلا. ترى على فكره شيء مو جديد يعني، من قبل كان في التسعينات المدرب اللي احنا نعرفه يبي لاعب ارتكاز مكان فهد الانصاري. صدق عاد لو ترجع انت 14 نادي ولا يمكن خمسه مدربين هم المختارين كلهم يعرفوا. انت الحين قلت لا تقط سالفه بعد شنو انت تقول ايش دراك وعندك المعلومه؟ هذا اللي شنو شركه هي قالت تبرعنا تكفلت اي تكفلت ما اختارت يوسف. فرق بين شركه تتكفل هي جايبه اللاعب كامل هي اللي متعاقده وياه ومختارته اي طبيعي. ابو يوسف عندك المعلومه قول لي من مختار؟ لا انا قاعد اسالك اذا انت مأكدها ولا ما ادري. لا هذا تصريح سمعت نفسك انا دالي بور قال انا ابي واحد يخلف فهد الانصاري. شفنا شريف النوايشه مو من اداره النادي من شركه خاصه. ابو يوسف واضح يعني ما فيها نقاش، حتى كابتن بدر ما اتوقع راح يرضاها ان شركه هي تحدد نوعيه اللاعب او بحاجه الفريق. اي احد يرفضه يعني. لا هذا طبيعه الحال، الظروف فرضت على الظروف اكيد في ظل اداره يعني مثل اداره يعني القادسية. منو اللي بيطلع بيقول لك والله هذا صح وهذا زين؟ هذا واقع بس واقع سيء. صح زين، احنا راح نوقف في فاصل نرجع نتواصل معاكم في برنامج 18. واجه رونالدو ولعب ضد روماريو وباكر راح يلعب ضد منو؟ راح يلعب ضد النادي العربي، خلينا نشوف منو هذا. وفي شهر مع الجهراء كانت البداية صعبة، لكن بعدها الكل هناك تفهم طريقتي وقمنا بعمل ممتاز. في كاظمة الإدارة كانت مميزة وجعل مهمتي سهلة ودعموني، وهنا في اليرموك استلمت الفريق من شهرين فقط وما زال أمامي الكثير من العمل. لا أواجه صعوبة في التحضير لمواجهة الفرق الكبيرة لأن اللاعبين يكونون متحمسين ومتحفزين للقاء. لا أحب استخدام أسلوب دفاعي بحت أمام الكبار لأنه بمجرد دخول هدف في مرماك ستتلقى أهدافا أكثر. فكرتي أنه عند مواجهة الفرق الكبيرة يجب أن نلعب بتوازن. عندما جئت لليرموك شاهدت بعض المباريات وأعجبني مبارك البناي وأخبرته أنه يملك قدرة هجومية أكبر ويستطيع أن يساند الهجوم، ويجب أن أشاهدك تلعب في الأمام أكثر ويكون قريبا من الصندوق. أعتقد أن الموسم الحالي مختلف عن المواسم الماضية لأن اللاعبين الجيدين انتقلوا لعدة أندية وأصبحت الأندية الصغيرة لديها لاعبين مميزين. التضامن كمثال، لديهم لاعبين جيدين واعتقد انهم سيكونون مزعجين للفرق الكبيره. لعبت مع العديد من اللاعبين المميزين مثل زيكو، ولعبت ضد سقراط احد اساطير الكره البرازيليه، وروماريو ورونالدو، وعدد كبير من المباريات ضد بيبيتو الذي اعتبره اصعب لاعب واجهته، وايضا دونغا الذي تعلمت منه الكثير كمدرب خاصه من ناحيه قوه شخصيته واسلوبه في التدريبات. And I learned a lot from Dunga. نعم كان بنادي كورنثيانز فلامينغو فاسكو دي غاما، هذه الأندية اللي لعب فيها مدرب نادي اليرموك البرازيلي سيلفا. رأيك بالمدرب سيلفا فنيا؟ والله سيلفا اول ما جاء طبعا وعمل يعني شغل مضبوط مع نادي الجهره اللي الحين يعني لاعبين الجهره معظمهم اللي كان فيصل زايد والمجموعه اللي قبل التوقيف اللي حاشم التوقيف، بعدين راح الكاظمه واعتقد انه ما نجح مع كاظمه كون المحترفين شويه مضايقينه، والحين قاعد يؤدي صراحه مع نادي اليرموك. احنا شفنا هذا مباراه مع نادي الكويت صراحه يعني، وبعدين يعني ما عنده هيبه يفتح اللعب، ما عنده مشكله
ومن المدربين الجيدين. وترى في يوم من الأيام عرض عليه أنه كان يستلم المنتخب قبل لا يجي معلول، وكان المفروض هذا الاختيار الصح، أنه المفروض يأخذون مدرب من المتواجدين في الكويت ويستلم، بدال ما يستلم معلول اللي يحل في قناة رياضية برا. كان هو هذا سلفه المفروض كان يمسك المنتخب، وكان شف شيء يعني أفضل من اللي صار. واضح بالطق بس معلول دورت لك سالفة زين. سيلفا قال أنا ألعب مع الأندية الكبيرة مثل ما ألعب مع الأندية الصغيرة. زين، وضع العربي الفني حاليا يصنف ضمن أي أندية؟ يعني شلون راح يلعب سيلفا معهم مثل ما وضع العربي مجهول. مجهول، ممكن هو بمباراة يكون هو العربي اكبر نادي بالكويت، ممكن في مباراة هالموسم. هالموسم هذا الموسم لا ما في شيء لحد الان، ما في شيء، بس حاليا تغير مدرب فما تدري راح يدخل باي شكل العربي. يعني لو العربي بيدخل مع اليرموك في الاربع مباريات السابقه اعتقد كان لويس او المدرب عرف شلون راح يتعامل معاه. حاليا صعب جدا التعامل معاه. بس انا العفو على كلام بروضان، اليرموك اول جوله ما لعب اعتقد، الثانيه تعادل مع الكويت 1-1، بعدها خسر من الساحل وخيطان 1-0. فأنا ما أدري شنو طريقته اللي قاعد يلعب فيها، سواء يمكن والله يمكن عنده تكتيك. نعم مع الفرق الكبيرة هو بالدليل تعادل مع نادي الكويت 1-1، بس طبعا على أيام بانيد. باللعبتين اللي عقب خسر 1-0 من الساحل 1-0 من الخيطان. وصراحة مستوى الفريق في اللعبتين أنا شفت مقتطفات من لعبة وشفت لعبة مع خيطان. محمد مساء سألتك سؤال، قلت لك أنت معي قالة كابتن فوزي، قلت أنا معي قالة كابتن فوزي. اليوم أنت مع اعطاء المهمه للكابتن احمد عسكر وهو احد يعني مساعدينه؟ انا ما شفت احمد عسكر درب من قبل الا لعبه واحده الموسم اللي طاف، ومع اليرموك لا مع النصر كانت فاز العربي 1-0 بهدف اكرم جحنيط بعد 1-0. زين، فانت تشوف ما ادري شنو عنده احمد عسكر صراحه. انا ما ادري احمد عسكر هل هو متطور للدرجه اللي يقدر انه يقود الفريق حاليا، خصوصا انه هو كان ملازم لهم بالفتره اللي طافت كلها. زين الحين يعني كابتن فوزي شفته بثلاث لعبات وحكمت عليه وقلت شيء؟ مو حكمت عليه، انا شايف كابتن فوزي قبل وادري انه وقف وادري انه ابتعد عن التدريب وقلت لك هني في البرنامج هذا ان الابديت ماله كان واقف، ما كان هو مكمل. كابتن بدر انت يعني اعتقد عندك راي انه لا يقيم الفني الا شخص مختص وفني، يعني انت مفروض مختلف تماما مع اللي تفضل فيه كابتن محمد. انا يعني بالنهايه هي اراء. إيه؟ انا اعتقد بان مستحيل اني انا اقيم مخرج الا اكون انا مخرج. هذا واقع، يعني بالنهايه انا عندي فكر عندي نظره بس هذا شيء فني. زي واللاعب لما يقيم صعب جدا، واللاعب لما يقيم تقييمه كلاعب راح يكون لاعب يقيم مدرب. لا يمكن ان انت توصل الى مرحله المدرب او اعلى من المدرب عشان تقيمه. طيب انا اعتقد ان هذا شيء فني، يعني مثل المهندس مثل شيء فني. انا لاعب الحين ولعبت كره ودرست رياضه وكل شيء، والله العظيم انا لا اتجرأ اني انا اناقش امور فنيه عن مدرب وانا مو مدرب. يمكن اقول رايي كلاعب او كمتابع بس اقول هذا سيء وهذا انا ما اقدر صراحه. انا اقول لك هذا مر احيانا يكون التبرير بان هذا راي، انا قلت رايي هذا سيء ولا هذا زين ولا تحت تبرير ان هذا راي. راي يختلف عن الحكم، انت لما تحكم فلازم تكون مؤهل للحكم. انا الاراء بعدين ما تقدر انت تحكم على العالم بالاراء، الكل قاعد يدلو برايه ولو يحترم، ولكن الحكم لازم يكون من شخص يقدر يحكم انه يقول هذا زين وهذا لازم انه يطلع وهذا فيه اخطاء فنيه وهذا كان لازم يتعامل بهذا من وجهه نظر فنيه. مساء لما انت تقول لازم يقعدون بانيد ولا لازم يشيلون فلان ولازم يقعدون فلان، هذا مو حكم؟ لا لا لا، هذا انا قاعد اتكلم الحين عن وضع عام واستقرار. انا لما بس انت اطلقت حكم. لا انا اقول لك تلزم فيه. لا انا اتكلم عن الاداره اللي اخذت قرار على الاقل تدافع عن قرارها. انت مو خذيت قرار، هذا اللي اخذت القرار فيه انت لازم تدافع عن قرارك، ما تدافع عنه، انت اللي اخذت القرار. اوقف معاه جدد فيه الثقه وقول يا جماعه احنا نثق بفلان. يعني فوزي الحين تخيل السيناريو، ها تخيل السيناريو ثاني يوم لو طالع من الاداره وقال نحن نجدد الثقه في الجهاز الفني والاداري ونتمنى من الجماهير الصبر علينا واحنا ندعم. شوف النفسيه شنو راح تصير حق الجهاز الفني والاداري بعد هذا الاحداث. انت تعتقد مره سويتها وانت من اول مقابله سويتها مره وانت كابتن؟ سويناها بعد خساره القادسيه من فولاد الايراني 6، قدم استقالته الجهاز من الفني من كان المدرب ذكرني محمد ابراهيم مدير الكره محمد البناي. فانا دقيت على كل اللاعبين حتى المصابين قلت لهم تعالوا وقعدنا مع الجهاز الفني والاداري قدموا استقالاتهم. هذا حكي بعد يومين وقلنا لهم احنا نجدد الثقه فيكم من قبل واثناء وبعد
المباراة، ولا يمكن نتنازل والخسارة هذه خسارة جماعية، لأن كلنا نتحمل مسؤوليتها. فإحنا نتمنى أن تكونوا موجودين وإحنا معاكم، وفعلا جاء مجلس الإدارة جدد ثقة فيهم، حققنا بطولتين بهالموسم. نعم زين كابتن علي، هل سنشهد باكر أول فوز للعربي من غير الكابتن فوزي؟ أو لا، هو فاز على الفاعل يعني من بعد الخذلان اللي عاشوه الجماهير، بعد ما كانوا رافعين السقف ابو يوسف. غالبا بكل مكان تصير بعد اغالات المدربين، ولما يجي ستاف جديد حتى لو الستاف هذا مؤقت غالبا تصير في ردة فعل عن اللاعبين، لان احتماليه ان اي واحد فيهم يدش على التشكيل الاساسي سواء مع هالجهاز او الجهاز اللي بيه كبيره. فممكن العربي كردة فعل على الشورت تيرم، يعني المباراة هذه المباراة الثانية لما ينحط المدرب ممكن تشوف انتفاضة، بس مو معناتها أنه في شيء تحسن، يعني الحكم بيصير مبالغ. زين أحمد أسكر وعبد العزيز الكوت المدربين اللي راح يمسكون الفريق، هل تتوقع راح يكون في اختلاف في الرؤى الفنية في قيادة الفريق؟ صعب يصير الاختلاف بيوسف، كرة القدم مو دقمة أنت تطقها اليوم تلعب بأسلوب باكر تلعب بأسلوب ثاني. الاختلاف بالنسبة لي بس راح الهيد كوتش، راح الهيد كوتش، انت تبني على اللي بنيت عليه لان هالجهاز كان مشتغل وياه، تبني على اللي هو باني عليه واللي انت يعني دافعت عنه بالفتره اللي طافت، تكمل على الشغل على ما يجي الجهاز الثاني. لان اذا انت بتي اليوم فوزي ترى هي حصص تمرين، هي ثقافه لاعب اشتغل وياك الفتره اللي طافت، بتي بمباراه تقول والله انا بلعب باسلوب ثاني بطريقه ثانيه، مو منطقيه. بناية مو بلاي ستيشن تقدر تلعب شوط سلوب شوط ثاني سلوب ثاني، يعني مو كلش مو منطقي. اختار توليفه صحيحه ويبدا فيها، واتوقع ان العربي راح يفوز في المباراه وراح تمشي اموره. يفوز هم عاده ايه. بعد شيله اي مدرب رده الفعل النفسيه دائما يصير ايجابي، معنويا هي راح يفوز. انا ردن على ابو ناصر العفو، انا تقييم المدرب مو كتقييم كفاءه من عدمه، مو قرار رايه شايلها صار خمس دقائق قايلها، لانه مو بس رايه بعد ما اعطي فرصه حق العرب بس رقاب يا اخي مؤدب. لا ونعم الله ينعم حالكم، لان صدق العفو يعني انا الحين اعطيك على سبيل المثال القطبين المتنازعين كتدريب، مورينيو غوارديولا سالني منو تبي حق فريقك الله. انا ما راح اقول انا مو مدرب ما ابي هذا ولا لا انا ابي مثلا غوارديولا لان اسلوب لعبه يمتع، ابي مورينيو عشان ياخذ اثناء وبعد عشان ياخذ بطوله مثلا لا لا مو اثناء المباراه، اثناء المباراه تحليل فني هذا ما له علاقه فيه، هذا عندنا ابو حسين هني يشرشحهم عندي. لا انا اتكلم كاختيار مدرب، حتى التحليل بيطق يقول شرشحهم ما له شغل. سكند بول سكند بول يا ابو سعد سكند بول. اسلم محمد، فهذا الامر لا ممكن للكل انه يقيم. انا كفريق مثلا اشجعك انت اشجعه لطريقه لعب معينه لانه يفوز مثلا في بطوله معينه لانه يقدر يتجاوز لانه يقدر، اذا شفت المدرب غير قادر على هذا الامر لا قيمه واقول نعم شيله وحطه، مو انا مو مدرب محمد ولا لاعب. محمد في ظل الان يعني كثر الترشيحات والاسماء المطروحه لقياده النادي العربي بعد مباراه اليرموك تحديدا حسب ما نسمع، انت شو تشوف ومن تتوقع ومنو تبي؟ شوفوا في مدرب ايطالي ينادي منو هذا؟ الأكاديمية بالضبط، مدرب أكاديمية ريال مدريد أكاديمية هني بالكويت موجود. فلا هو يا ترى لمجرد ما أدري قاعد طالع بيتعاقدون معاه لحد الآن لا ما يندر على الحين زين، فهذا الواقع اللي حاصل في النادي العربي. أما مسألة منو أتوقع يعني المشكلة مجلس إدارة النادي العربي ما يعطيك فتشة إنك تتوقع شيء تعرف شيء صراحة، يعني جد والله مجلس إدارة ممكن أسماء يعني دبل كيف في أي لحظة موجودة، يعني مثلا المدرب الروماني مارين ممكن يعود، بس ممكن والله ما يختلفون على مبلغ. المدرب محمد إبراهيم اسم الأسماء المطروحة، ما أعتقد. أنت إيش رأيك بهالموضوع مارين أو محمد إبراهيم؟ أنا بالنسبة لي أهلا وسهلا، بس ما أعتقد. بالمفاضلة بين الاثنين من ودك يقود العربي؟ لا شوف ودي يقود العربي بهل بين هذين الاثنين بس محمد إبراهيم، لأنه هو عارف الوضع حاليا داخل الفريق أو داخل الدوري كله، يعني لأن إذا تقولي من أول الموسم بقولك مارين، لأنه بيأخذ معسكر ومثل ما قلت لك في بداية الكلام أنه ممكن يركبهم على فلسفته ويعرف يدرب الفريق ويوصلهم إلى مستوى معين. أما محمد إبراهيم في هذه الحالة، محمد إبراهيم ممكن لأنه أثبت كفاءة اللي قلت لك، مو هذه الكفاءة اللي هي أنا أعتبرها كانت مربوطة في القادسية والكويت كأندية وهو حققها، مو أكثر من كذي. ما فهمت أنا هذه آخر جملة والله، يعني أنا مثل ما قلت لك محمد إبراهيم ليش حقق؟ لأنه ما حد قاعد يأخذ دوري القادسية والكويت، فهو ما لأنه عنده أدوات تحقق
عنده لاعبين. اذا كذي اي مدرب راح يحقق؟ ايش حقه تبي انت؟ اذا كل مدرب عنده ادوات قلت لك ايش حقه ابي، لانه هو عارف الدوري الكويتي وعارف اللاعبين ويدري حتى لاعبين مستوى النادي العربي. احمد عسكر جاي من وين؟ من البرازيل. ما هو احمد عسكر ما هو كان مساعد مدرب صراحه، بس عارف الدوري الكويتي. اكلمك انا بكل صراحه، احمد عسكر انا ما كابتن احمد خلف ايضا من الاسماء المرشحه. الحين العفو، انا احمد عسكر انا ما انا اقول لك، انا تسالني انا ما ابي، لا ما ابي احمد عسكر، لان احمد عسكر كان مساعد في الفتره اللي طافت. إيه؟ مساعد ما اعرفه وما اقدر اقيمه، ما ابي اظلمه واقول لا يعني، لكن انا تكلمي شخصيا لو بيدي القرار ما راح احطه، لكن انا ما ابي اظلمه اعلاميا واقول لا على طول. لان احمد عسكر صار مساعد السنه اللي طافت وصار مساعد هالسنه، ما شفنا تطور الفريق بتاتا يعني. العفو. زين، تعتقد الكابتن محمد ابراهيم يعني ممكن يقبل انه يدرب النادي العربي كونك تساوي؟ ما في الموضوع حساسيه؟ لا طبعا لا، كلش ما في، ماك مو مدرب محترف بالنهايه، وليش رابطين انتماء القديم؟ خلاص انتهى الانتماء. تتوقع ينجح مع النادي العربي؟ ينجح على حسب هم شنو يبون، يبون الدوري؟ لا طبعا ما يبون. لا ما يبي الدوري. اذا بيسوون كابتن علي موضوع الاتفاق مع الاهداف مع المدرب. تصدق يعني انا عندي سياسه النادي العربي لو كانت بدايه الموسم هم مصارحين جماهيرهم، مصارحين جماهيرهم بالواقع بالحقيقه، مو العاطفه، انه فعلا احنا يا جماعه في طور الاعداد واحنا قاعد عند فريق وتحملونا وطولوا بالكم علينا، والله صدقني الجمهور ما راح يكون ردة فعله كذي. مو النادي العربي ما كابتن ما راح تكون ردة فعله كابتن. انا اي اقول حق فريق نفس العربي، فريق يعني توه وشايل الكبار، اي اقول باخذ الدوري هالموسم صعب. انا كابتن عايد موجود والعام يعني كان معانا وشهدنا المعمعه يوم كان النادي العربي قاب قوسين او ادنى من تحقيق الدوري الموسم اللي قبله. اي نعم، جابوا فيليب لويس وكانوا متوقعين انهم ينافسون، وكان اقالوا قالوا بنص الموسم بنبني فريق، ف يعني ما في استراتيجيه واضحه. قال او بنيا قال انا ببني فريق حق المشاركه في كاس الامير. وفعلا وصل النهائي ولعب صغار ولعب غابه وتوالى لويا ووصل نهائي كاس صح الامير. صح وصل النهائي صح. حلو؟ كنا حقق ولي العهد. ولي العهد حقق المدرب اللي قبله. لا لا هو حقق ولي العهد الموسم ذاك الاول. لا لا ما حققه شيء. ما حققه شيء. وصل النهائي. وصل النهائي مع الكويت وخسر. صح صح. النهائي. ايه. على اساس ان هالموسم هذا بدايته يبلش اوكي. بس انا اقول لك نادي العربي مو مشكلته مدرب. انا نادي العربي مشكلته بادارته. لو يجيبون يا جماعه، بس احنا قاعد نتعامل مع واقع. خلاص هذا الكلام اسمعتوه كلام هالمحور. سامي الحشاش ليش قبل؟ لانه صارت صفقه مع سامي، انه ما تنزل الانتخابات، انت ما تنزل انتخابات واحنا نحطك مدير الكره وانت تختار الجهاز اللي تبيه. انا ما سمعت ترى هالحكي. هذا اللي صاير اللي واصلنا هنا، ان سامي ما ينزل انتخابات. دير بالك هيك نفي ثاني برضه اذا تسمح لي. انا ابو محمد معرفتي في الفتره اللي كنت بالنادي ما اتوقع يرضاها ابو محمد. ابو محمد كان عنده انا عتبي عليهم، ان انت لما تجي تقبل مهمه ان تستلم فريق لازم ما تستسلم باول جوله وتبررها بالظروف. لكن انا اللي اعتقد ان ابو محمد لما مسك الفريق مو عشان امور انتخابيه، مسك كان عنده قناعه انه يقدر يحقق. هو ليش وعطوه مطلق الصلاحيه بس ما خلوه ما يجيشوا عليه الدنيا يا ولد ترى العربي للحين ما انغلب. برضان انا اقول العربي متعادل ويعني متعادل فرق كبيره رقميا ترى العربي زين بس صليبيخات الساميه والقادسيه فرق العربي كان المفروض اوضح لك نقطه برضان. بس انا اقول لك انا ظروف ظروف نادي العربي سامي انطعن اللي وياهم ويسوي الامور هذه متفاهمين شنوا عليه حملات طبعا مرات يحطونها براس فوزي والحسين يتجرى. في تصريح تساعدني اذا يعني حسب اطلاعي ان كابتن سامي له تصريح ان في ناس بالاداره تحاربه. هذا الكلام انا بعد القنوات هذا الكلام انا قلته في بدايه البرنامج. اذا انت جاي تمسك النادي العربي ومتوقع انه ما في احد راح يحاربك العفو ما لازم تمسك من الاساس. ظروف واضحه اي مكان في النادي العربي ركز الموضوع انت بوسط حرب عضو مجلس الاداره او انت ماسك الفريق نفس المنوال. أوكي. الكثيرين من يطمحون لهذه المناصب زين شنو عليه حرب عشواء واللي جاي رساله للقادم. الشيء 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 يعني اللي يعني ما ادري قضيه صعبه. رئيس النادي تسمع انه هو داش في مفاوضات مع مدرب نائب الرئيس داش في مفاوضات مع مدرب اخر في نفس النادي يشتغلون وديوان عرباوي هذا مو مصير لابن ديوان عرباوي داش مفاوضات علي الان ديواني النادي العربي في هذا الموسم تحديدا اتكلم عن مجموعه من المدربين الوطنيين الممتازين يقودون
قطاع ال 19 و 17 وللحين ما خسروا مواجهاتهم، اربع مواجهات كاسبينها في الفئتين. ما تعتقد يعني لو تفكر الإدارة انها تتجه لهم لقيادة الفريق، ولا الموضوع هذا فقط على غوارديولا وغيره من هذه النماذج اللي تقود فرق في يعني الدوريات اخرى وتطلع الى الدرجة الاولى؟ غالبا ما راح تتجه لهم الإدارة لانها هي تنطلق بشغلها وقراراتها من منطلق انتخابي. هذه واحدة. انا بالنسبة لي ميثم ناصر الشطي، طارق الخليفي بالغاتسية، عبد العزيز الكوت الحين بالفريق الاول، محمد المشان، هذول ناس انا بوجهة نظري يقدرون يقودون اي فريق ويكونون اصحاب القرار الاول الفني على مستوى الفريق الاول. المشكله ان الاسماء اللي ذكرت لك اياها ابو يوسف ما حد فيهم عنده ديوانيه فيها 300 400 صوت حق النادي. هذه 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 واضحه والكل يدري فيها. اليوم انا حتى لما يعطي يعني لازم إذا انت بتفكر تدخل عالم التدريب في كره القدم لازم يكون عندك قاعده غير فكرك التدريبي. هذه اكيد. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه محمد ابراهيم استثناء، ما يصير كل مره نقيس على محمد ابراهيم لان محمد ابراهيم الحاله الوحيده. النقطه الثانيه ابو يوسف، النقطه الثانيه انا لما اقول لك الفرصه لما تعطيها عبد العزيز الكوت او عيال الشطي او اللي هو، انت لازم تدعم قرارك، لازم توفر له البيئه وتحميه. مو معقول انت بتعطي هالناشئ فرصه واللي بوجهه نظري يستحقها بعد ثلاث اربع لعبات بتبيعه قدام الجمهور وتقول هذا والله ما عنده الخبره وما عنده الخبره. خلينا واقعيين، شنو مستوى الدوري اللي ما يقدر واحد من هذول اللي عندهم الفكر الجديد انه يمسك فريق اول؟ ما في ولا سبب. انا خلنا اقول ان شاء الله هذول مختلف. لا 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 خلوهم قاعد يشتغلون وقاعد ينجزون، يا حالاتهم والله يا حالاتهم خلوهم بس هذه الفرص اللي اربع مباريات يا حالاتهم وخلوهم ايش حالاتهم والله. بس المدرب له طموح يا للعلم اكيد طموح، لكن انت شوف هذه النوعيه ناصر وميثم اعتقد انه مستحيل هو يقبل اصلا الحين الفتره هذه اذا ما تمسك من اول نكلمهم انت ويحط شروط ما حرقه صراحة. لا لكن أنا لا 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 لأن تكلمت وكأنك واثق. لا أنا واثق من شخصياتهم صراحة، شخصية قوية ثابتة رزانة، عارف عنده هدف بعيد، حاط عنده كذا خطوة أولى وثانية وثالثة يعني. وصراحة قاعد يمشون فيهم وقاعد يعملون بصمت بدون إعلام بدون أي شيء. أبعد ما لهم تويتر قالوا فزنا ولا اليوم انتهت المباراة كذي والحمد لله وانتهى موضوعهم، لكن بصمتهم جدا واضحة. لما طالع النادي العربي صراحة أنا أكلمك هو على مدى السنين طويلة يعني يمكن فريق 79 80 مواليد يعني هو اللي بدع كمراحل سنيه في النادي العربي، وقبل كم سنه فريق واحد بس. الحين لا هم قاعد يبدعون، فخلوهم يعملون بصمت. الله يخليك لا توجهون مشاكل النادي العربي، لا تلتفت صوبهم، لا تكسر مياديفهم. اي والله اتكلم جد والله لان مبدعين صراحه، فخلوهم يسكت خلوهم. صح بيوسف، انا بحكم اني انا حضر مباريات براعم فاشوف يعني تمام. اعتقد بان البصمه واضحه في قطاع الناشئين من المدير قطاع الناشئين القبندي خالد القبندي. والله وجه له تحيه امانه، رجل يعمل باخلاص، كابتن قاعد يشتغل بالمراحل السنيه بصمت. وانا قاعد الاحظ يعني الاحظ المواهب اللي قاعد يبحث عنها بالكويت ويجمعها في انا اعتقد ان مستقبل النادي العربي بخير اذا كان مثل هذا الشخص مخلص قاعد يشتغل بالنادي العربي ويدعمونه. بس محتاج دعم. انا اعتقد خلال 5-6 سنوات راح يشوفون نتائج فوق. كابتن بدر فتره من فترات عبد الوهاب خالد القوندي كان ماسك المراحل السنيه بالنادي العربي لما كنا نتكلم عن افضل مراحل. خالد عبد القدوس، خالد عبد القدوس، محمد تراغ وجيل الكابتن هذا المواليد اللي انا ذكرت 79 خالد خلاص. للعلم يعني حتى الاجهزه الاداريه في المراحل السنيه في النادي العربي ايضا شباب ومثل الورد ومبدعين وشغالين ومن غير كلام ومن غير ما حد يدري عنهم، فلا يدرون عنهم الجدار اللي يخربونهم. زين اذا خلي يطلعون هم هذا الستاف هذا يتدرج ويوصل الى الفريق الاول وينجز ان شاء الله. الحين هم 19 17 الموسم خلي يخلصون الموسم الصيف صيف والله خلوهم. يعني تحياتنا للكباتن كابتن ميثم الشطي وناصر الشطي وكابتن علي بولند وكل الطاقم الموجود. محمد الصالح يقول خلكم على اللي انتم فيه وانجزوا واعملوا بهدوء. كابتن علي العليوة يطالب يعني يعتقد انكم تستحقون الفرصه لقياده الفريق. هذه هي الاراء، ويبقى الفاصل اللي قدامي وبعده نواصل الختام. عودة لكم مجددا، وقبل الختام اقرا بعض التغريدات على الهاشتاج اللي وصلت. بو يوسف مشعل يقول اذا اتفق اهل الكره واصحابها اللي هم مانشستر وليفربول على لقب الزعيم الانجليزي وقتها راح ترسي الكلمه على بر ونعرف الزعيم الكويتي منو.
محمد الصالح يقول ألتقيكم بعد قليل الساعة 2، هذا تكاتبها بالهاشتاج قبل تينا. أيضا هني محمد الجسار يقول لا تزعلون عايد الرضان مبروك الفوز، قول له السالمية اليوم تضامن تضامن عفوا تضامن 3-2 وإن شاء الله منها والنصر 2-1 على الشباب والنصر إيه الدقائق الأخيرة قلبوها النصر صحيح 2-1 والتضامن الحين صار عند الشام 9. نعم فهد يقول تناقشون قبل شوي تشكيلة المنتخب والتدخلات في ضم اللاعبين خاصة القدسية والمنتخب موقف من الفيفا ولا يوجد نشاط حاليا، كانت جزء من حوارنا ويعني يمكن شوي أسهبنا فيها. أحمد جاسم الأنصاري يقول الصالح حاط القادسية 8000 مرة عقب ال موضوع القادسية صالح بعدين لازم ولا لازم الزعيم بضاحي بضاحي يقول كلام عايد الرضان صحيح الفضل للاعبي القادسية بالإنجازات طبعا المدرب محمد إبراهيم لم يضف أي شيء والدليل فشله بالمنتخب ومع نادي السالمية كذلك محمد إبراهيم أخطاء كثيرة وأهمها قتل المواهب الشابة مثل فيصل العنزي والمجمد وحمد أمان وعادل مطر وقبلهم عمر السومة. الدون سواريز يقول أمسي عليك وعلى ضيوفك وعلى الأسطورة عايد الرضان لا معول خلنا حالنا بالأرض. توقعاتكم لقمة دوري جميل اليوم بين الاتحاد والهلال؟ الاتحاد والهلال تعادل تعادل 1-1 يبي توقعات الضيوف اتحاد والهلال هلال عشان الاتحاد فيه فهد لصاري لا ما احب الهلال اصلا والله ما احب الهلال ولا كابتن بدر اشجع الاهلي والنصر والله ما تابع الدوري السعودي اتمنى الاتحاد ما احب الفريقين عشان تعادل تعادل زين لا بس ترى صدق الهلال انه تو مباراته مع الشباب قدم بكره حلوه صراحه يعني ف نوعا ما بس هذا الاتي هذا فخر جدا انا اهلاوي انا اهلاوي كيفك عاد انت اخضر حتى بالمملكه طبعا هو شدني علي بروي والله اول ما لعب شجعته هناك تحيات ابو عزيز شفت وياه ترى ابو عزيز يتابعنا يلا ليك بعد لا شوي بالانتخابات بس تابعنا زين قبل الختام خلنا نتكلم عن ايضا مباراه اليوم العربي واليرموك القادسيه والجهره شنو توقعاتكم فوز القادسيه توقع فوز القادسيه ويستمر بالصداره ويستمر بالصداره وفوز العربي ايضا ويبحث عن الصدارة يعود من جديد ويعود من جديد بالدائرة نعم أتوقع فوز العربي والقادسية إذا فاز راح تكون صعوبة على الجهرة نعم كابتن بدر لا أنا وياهم يعني هو يعني المرجح فوزين إن الفوزين فوزين كابتن علي تعادلين 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 هذا اللي طبعا شكرا كابتن عايد شكرا محمد شكرا بدر نورتنا اليوم شكرا كابتن علي فحيل وكاظمة شكرا لمتابعتكم ايضا فحيل وكاظمة قبل الختام يلا ما اقدر اتوقع كاظمة اتوقع كاظمة 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 الكل متفق على كاظمة اعتقد شوفكم على خير ان شاء الله اليوم الليلة الساعة 12 في برنامج 18 فما الله